طيب اوكي شفنا المالتي لينك وبعد كده قلنا هنشوف الفيريفيكيشن بتاع البي بي بي ما شفناه بس هنعيد عليه تاني. اهم حاجه لما تبص على امر شو انترفيس بتلاقي اللينك اب واب جميل جدا بس بعد كده لازم نشوف الانكابسوليشن بي 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 ال سي بي از اوبن وبعدين ايه اللي اوبن بالظبط يعني هنا حتى عنده حاجات مختلفه اي بي سي بي و اي بي بي 6 سي بي سي سي بي سي دي بي سي بي اذا في اكثر في اربعه بروتوكولز شغالين. التلاتة كوماندز ممكن نستخدمهم هو شو انترفيسز شو انترفيس سيرفر هم نفس الامر في الحقيقه فهم كرروا ليه؟ ده اللي هو مختلف اللي هو شو بي 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 مالتي لينك تمام اهو ليه؟ ده خاص فقط بالانترفيس المالتي لينك اللي هي بتربط كذا واحده ببعض وبتظهر بهذا الشكل. بص كده مالتي لينك واحد ريموت اند بوينت ديسكريمينيتور لوكال اند بوينت ديسكريمينيتور ار 4 وار 3 ايه ده؟ الهوست نيم بتاعك انت هيبقى اللوكال اكيد اللي هو ار 3 فعلا اهو والهوست نيم بتاع الناحيه الثانيه اللي هو ايه؟ ار 4 وبعدين جوه هنا بعد شويه كام سطر كده تلاقي ممبر لينكس عندك كام لينك موجودين؟ اثنين اكتف زيرو ان اكتف الماكسيموم 255 بس ما شاء الله وبعدين مين اللينكس اللي اكتف دي؟ 011 و01 اوكي فده اللي هو يعني غير شو انترفيسز ده اللي هو فيري سامبل شو بي 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 مالتي لينك. واخيرا بقى ايه؟ اخر موضوع في البي بي بي نفسه هو موضوع ايه؟ اوثنتيكيشن. ليه اول في اثنين بروتوكولز عندنا باب وعندنا شاك. الاستاذ باب اللي هو اختصار لباسورد اوثنتيكيشن بروتوكول فيري سامبل بروتوكول بنقول عليه تو واي هاند شيك. واللي بيحصل كالاتي ان في سنترال سايت راوتر اللي هو الفرع الرئيسي او المركزي وده ريموت راوتر اللي هو بيتصل بيه. فلما هو بيتصل بيبعت على طول اليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعته. بس المشكله في باب هنا ان اليوزر نيم والباسورد دول بيبعتوا كلير تكست. وبالتالي اي حد في النص هنا يفتح المسج دي هيلاقي الباسورد واضحه جدا. سيسكو 123 عشان كده في الحاله العمليه ما بنحبش نشتغل باب خالص. الافضل ان احنا نشتغل ايه؟ شاب. شاب بيعمل ايه؟ بيبعت يوزر نيم بس بدل ما يبعت معاه الباسورد يبعت هاش للباسورد. فاكرين الهاش؟ اللي هو زي ام دي 5 واكشلي ام دي 5 اللي هو درسناه في مع الاو اس بي اف ومع ايجر بي قبل كده. هو بيعمل الحركه دي وبالتالي اللي هيكابتشر التكست دوت هنا كده مش هيلاقي الباسورد كلير تكست بهذا الوضوح. تمام؟ غير كده الباب بيشتغل 2 واي الشاب بيشتغل 3 واي. يعني ده خطوتين ده زي ما شايفين كام خطوه؟ ثلاث خطوات. الباب بيشتغل ان الراوتر ده بيتاكد من ده لكن الراوتر ده ما بيتاكدش من ده. الكلام الغريب اللي انا بقوله ده مين هنا اللي اوثنتيكيت مين؟ يعني ده بيتاكد كده ان ار واحد هو ار واحد لان لقى الباسورد بتاعته واليوزر نيم عنده متخزنين عنده. لكن هنا لا هنا اللي بيحصل ان الباسورد ديت لما ار واحد بيبعتها هنا هي نفس الباسورد اللي كونفيجرد هنا عند الراوتر دوت فده يعتبر ان احنا الاثنين كده اتاكدنا من بعض. احنا الاثنين اتاكدنا من بعض. يبقى اذا الباب ما هوش الاوبشن المفضل الشاب هو الاوبشن المفضل وهنشوف دلوقتي الاثنين لسه بالايه بالتفصيل مع بعض. اولا هنشوف باب ونشوف ازاي نعمله كونفيجريشن. فيري ايزي. بعد ما نعمل انكابسوليشن بي 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 وطبعا اي بي ادرس ووشن داون دول بره الموضوع انا ما بكتبهمش بنقول له بي 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 اوثنتيكيشن بي باك يبقى هو مشغل بي 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 اوثنتيكيشن واخترت ايه؟ باك تمام لازم اجي الناحيه الثانيه واكتب نفس الكوماند بي 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 اوثنتيكيشن باك. طيب كده اوكي قلت لهم تمام وتمام لما يجوا يتفاوضوا مع بعض هيقولوا نفس البروتوكول لكن فين بقى اليوزر نيم والباسورد؟ فين الحاجه ايه بتاعتي اللي بتتبعت؟ فهنيجي هنا ونيجي نقول له بي 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 باب سنت داش يوزر نيم كذا وبعدين باسورد كذا. ايه الامر الطويل ده؟ بي 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 باب سنت يوزر نيم يعني ده اليوزر نيم اللي هيتبعت واكيد دي الباسورد اللي هتتبعت تمام. يبقى اذا لو عملت الكونفجريشن دوت هنا كده طب الناحيه الثانيه هنا نفس الكلام بي 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 باب سنت يوزر نيم كذا وبعدين ايه باسورد
كاتب. اللي عايز بقى ايه افهمه لك كويس قوي هنا كده، ان ليه انا كتبت الامر في الناحيتين؟ الامر ده بتقولي مع شفاط؟ لا، وانا بالك لما شفنا الخطوه المره اللي فاتت مثلا زي الصوره قدامك هنا، مين اللي بعت للراوتر لواحد؟ واحد بس اللي بعت ار 1 في الصوره دي، بعت لار 3 صح؟ قال له اليوزر نيم بتاعي ار 1 والباسورد بتاعي سيسكو 123. يبقى انا في الاكزامبل بتاعي ده المفروض كونفيجر ده بس اللي هو اليكس، على اساس ان اليكس هو اللي بيتصل بمين؟ بالقاهره. ولو ده حقيقي يعني لو انت شغالين فعلا بالفايرمنت ده اب واليكس هتتصل بالقاهره خلاص، الامر ده ملوش لازمه، امسح امسح الامر ده، لان ده بيقول لك انا اللي هبعت. يبقى امتى ده هيستخدم؟ مش هستخدم ده الا لو انا اللي اتصلت. فاهمين الفرق؟ يبقى اللي بيتصل هو اللي محتاج الامر ده تحت الانترفيس اللي هو بيحط فيه اليوزر نيم والباسورد. ده بقى احنا في الحقيقه هنا مثلا في باكيت تريسر مش شغالين بقى، احنا شغالين ليز لاين. ففي ليز لاين ما يعتبرش ان في حد بيتصل بالثاني، الاثنين بيتصلوا ببعض. فعشان كده كتبت هنا الامر هنا وهنا، ان ده هيعتبر يتصل بده، يعني ده هيزود كده وده هيزود كده، الاثنين لازم يبقى عليهم الايه؟ الكونفجريشن بتاعهم. طيب لو افترضنا ان اليكس اتصل بالقاهره، ايه اليوزر نيم اللي هيبعته مثلا؟ خلينا نقول حاجه من اليوزر نيم. هو ليه في ليز لاين الاثنين بيتصلوا ببعض؟ عشان خاطر مش ده مش دايركت، ده مش سيركت، يعني مش بنعمل سيركت. فدي تعمل عمليه اتصال بالتليفون بتبقى وان واي، واحد لازم يتصل بالتاني، التاني ما بيرجعش يتصل بيك صح. لكن التاني ده ليز لاين، ده كونكشن بيشتغل بطريقه مختلفه، بنعتبر احنا الاثنين هيتصل واحد بس بالظبط. تمام، فهنقول اليوزر نيم اللي هبعته اليكس مثلا، والباسورد ايه؟ اليكس بي، يعني بي خصال الباسورد بس. يبقى هنا هيبقى كايرو تمام، ومثلا ايه؟ كايرو بي. طيب جميل جدا. لو اذا لما ده يتصل بده هيبعت له اليوزر نيم ده والباسورد ده، ولو العكس لو ده اللي اتصل بده هيبعت له اليوزر نيم والباسورد ده وده. جميل جدا. طب افترضوا هنا ان السفاري عايزين اسكندريه بيتصل بالقاهره، هيبعت له يقول له انا اليكس والباسورد بتاعتي اليكس بي، اهلا وسهلا بيك. لما اجي عندي هنا اتشيك منين بقى فين؟ فين اليكس دوت؟ يعني اعرف منين اليكس ده المفروض ادخله ولا ما ادخلوش؟ لازم اكشولي بره، عشان كده جربت لك الخط ده بره مش تحت الانترفيس، كل الامر دي تحت الانترفيس. بره لازم اكتب الكوماند، لما نرجع عادي الكوماند الاكس هقوله كده اهو، يوزر نيم كذا، باسورد كذا. تقول ايه ده الامر ده خدناه قبل كده ساعه لما عملنا اس اس اتش، حد فاكر لما عملنا اس اس اتش؟ كنا بنكريت يوزر نيم وباسورد او يوزر نيم وسيكريت عشان خاطر ايه؟ نخش بيه على اليوزر اللي دي اسمها لوكال داتابيز، هي نفس الداتابيز دي اللي بي 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 بيستخدمها، بس بدل ما اليوزر نيم احمد هنا او محمد او ماجد او عبد الله، هنستخدم اليوزر نيم اللي هو بتاع مين؟ بتاع البي بي بي اللي هو هنا اليكس وايه؟ اليكس بي. تمين القصه؟ فاذا طب وهناك هتلاقي العكس عند اليكس، طب جاي كاتب عنده في جلوبال كونفجريشن بره يوزر نيم كذا باسورد كذا، واليوزر نيم ده هيبقى هناك الناحيه الثانيه كان ايه؟ كايرو، ومثلا ايه؟ كايرو بي. تمام؟ عشان ما تلخبطش نفسك او هي مش حاجه مهمه لو ما حدش بيستخدمه دوت، فكر فيها كده. شايفين عامل ازاي؟ ان تحت الانترفيس هنا بكتب يوزر نيم وباسورد، يبقى دول اللي هيتكتبوا الناحيه الثانيه بره مش تحت الانترفيس. والعكس اللي هكتبهم هنا تحت الانترفيس الناحيه دي، يبقى دول اللي هيتكتبوا هناك ايه؟ بره. طب انا بتشيك، هتشيك فين؟ تمام؟ لو انت بعت لي دول انا هعمل تشيك عندي تحت الانترفيس؟ لا بره. في الداتا بيز اللي بره. نفس الكلام، لو انا بعت لك يوزر نيم وباسورد هتشيك فين؟ تحت الانترفيس؟ لا هتشيك بره. يبقى تحت الانترفيس ركز، ده اللي بيتبعته مش اللي بعمل بيهم تشيك. دول في الجلوبال كونفجريشن بره. وعشان اوضح لك اكتر، لو في كايرو مثلا في الحاله العمليه اللي هيحصل ايه؟ هتلاقي كده مثلا، اوكي؟ يوزر نيم مثلا ايه؟ طنطا، اوكي؟ وبعدين ايه؟ طنطا بي مثلا، وبعدين يوزر نيم مثلا ايه؟ سويس، اوكي؟ سويس، وبعدين باسورد بتاعت سويس بي، وهكذا، تقعد بقى تكمل دول اساسا القاهره كل الناس بيتصلوا بيه، صح؟ فده فرع طنطا هيتصل، وده فرع سويس هيتصل، وفرع كذا، كل واحد هيتصل هيدي الايه؟ يوزر نيم والباسورد، تبقى عندك داتابيس فعلا. يعني دي كده داتابيس باليوزرز وكل واحد بيه والاتصال بتاعه الباسورد بتاعه. لو بعت لي اليوزر دوت اليوزر نيم صح والباسورد صح بباب اللي هو بيبعت كلير تكست ايه على الخط. واضح؟ طيب تعالى نعمل هذا الكلام على الشبكه بتاعتنا دي. هنقول ان الراوتر ده هنخليه هو ده اللي هو ايه؟ اليكس مثلا،
تمام. فهنفاجئ الاتي. اولا اول حاجه كنا عملنا ايه؟ انترفيس سريع 000 اوكي بس كده ايوه. وهقول له بي 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 اوثنتيكيشن. طبعا ايه عملنا حساب هنا طلع تو اوبشنز باد او تشيك. فاحنا نختار مين؟ باد المره دي. طلع له واد. ليه واد؟ الناحيه دي باد والناحيه الثانيه ما فيهاش باد اوكي. طيب هنكمل الناحيه دي كلها مره واحده. هو جاي قايل له بي 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 باد سنت يوزر نيم وزي ما انا هقول ده اليكس مثلا تمام. والباسورد بتاعته هتبقى ايه؟ اليكس بي. حلو كده؟ جميل. اذا هنروح الناحيه الثانيه واعمل ايه؟ قبل ما انسى هو جاي يعمل العكس بره خالص. بص انا فين ما دخلتش تحت الانترفيس. هو قايل له يوزر نيم اليكس وبعدين باسورد ايه؟ اليكس. صح كده؟ الناحيه الثانيه. اوكي؟ طيب اذا عملت هنا بتاعت الانترفيس ديت الاوامر تحتيها اوكي. وكده المفروض لما الراوتر ده يتصل لو كان في مودم هنا وده اتصل بده كان يخش عادي خالص. لكن طبعا زي ما احنا عاملين ليز لاين هنا فلازم الطرفين كل واحد فيهم بيتصل يعتبر بيتصل بالتاني. يبقى لازم اعمل كونفجريشن برضه بالعكس. يعني هنا انا هخش تحت الانترفيس اللي هي 000 وهقول له بي 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 اوثنتيكيشن باب وبعدين اقول له بي 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 باب سنت يوزر نيم. ده انا اعتقد ان هو كده كايرو تمام. وبعدين الباسورد بتاعته هتبقى ايه؟ كايرو بي. حلو كده اكزيت. يبقى لازم اروح على طول الناحيه الثانيه واعمل بالعكس اللي هو مش تحت الانترفيس لا بره. اخرج بره خالص واقول له يوزر نيم كايرو والباسورد بتاعتي هتبقى ايه؟ كايرو بي. بس كده خلاص. يبقى فهمتوا الجزء ازاي؟ عارف ان انا اتلخبط انت فرصتك رايح تقعد طبعا على طول دلوقتي. بس انا بفكر فيها ايه؟ بالعكس امشي باي ترتيب يريحك لو بتعمل كونفجريشن بحيث انها توصل في الاخر لنتيجه ان انت تحت الانترفيس النهايه دي يبقى هناك في الجلوبال كونفجريشن والعكس. في بتاعت الداتا سيتش كنا بنعملها ازاي؟ بتاعت ايه؟ الداتا سيتش كنا بنعمل يوزر نيم وباسورد كده مثلا بره وبعدين بنكونفجر بقى الداتا سيتش. يعني هو اليوزر نيم والباسورد دول بتوع اي حد ليه اكسس بقى على الراوتر؟ ممكن تستخدمه للداتا سيتش او تيرنت او بي 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 او حاجات ثانيه كمان. يعني ما هماش محجوزين بس الموضوع السيتش. ما اقدرش اقول اليوزر نيم ده بالذات تبع السيتش مثلا. دي اللو ليست يعني. بالظبط دول هما الايه اليوزرز اللي عندي. طيب يبقى كده شفنا الباب عندنا الاستاذ باب بيشتغل ازاي. ولكن انت بتبعت لي الرساله ديت اللي هي فيها اليوزر نيم والباسورد بتوعك انت متصل وببعت لك رساله اسمها اكسبت او لو عندي في الداتابيز بتاعتي اهو او ريجكت لو طبعا ايه مش عندي او انت باعت الايه الباسورد غلط. ده ولا في الحياه العمليه ولا ما بيستخدمش خالص الا لو لك لو عندك مثلا كلاينت ابلكيشنز سواء راوترز او اكشلي سوفت وير يعني بيتصل من حد داز نوت سبورت تشيك تمام. او عندك تشات موجود بس تشات بتاع سيسكو غير تشات مثلا بتاع اتش بي او ان هو بيقول لك يعني البلين تكست اللي هي الباسورد بتاع الباب اللي بيبعتها عادي دي كده لازم تبقى مجبرين عليها ان هي تبقى موجوده يعني. وده سيناريو نادر شويه يعني بس وات ايفر يعني انت من الاخر اي سيناريو هتحصل فيه باب هتبقى مجبر عليه. ما حدش في العالم اللي بيستخدم ايه؟ واضح؟ خلاص الكونفيجن دي عشان امسحها مش هكتبها في نفس الوقت مع تشات عشان هتتلخبطوا تمام؟ يبقى هنلغي هنا دي اهو هنلغي الامر ده الطويل هنلغي برضه هنا دي اهو هنلغي الامر ده الطويل بهذا الشكل ونمسح كده. وهنشوف بقى دلوقتي مع بعض ازاي اول نظريه قبل الكونفجريشن تشات بيشتغل. الحته دي بتحصل بقى ازاي؟ فركز عشان الحته دي ايه مهمه. الباب بيشتغل بطريقه مختلفه خالص، اوكي؟ ايه اللي بيحصل؟ ار 1 اتصل بار 3 بس مش ار 1 هو على طول زي ما انا فات ار 1 المتصل بيقوم جاي باعت يوزر نيم وباسورد بتوعه، لا مش هو ده اللي بيحصل. اللي حصل بس ار 1 رفع سماعه التليفون واتصل بار 3. ار 3 هو اللي رد عليه وبعت له رساله اسمها ايه يا جماعه؟ تشالنج تحدي. يعني فكر في كده انت مين؟ مين اللي بيتصل؟ اوكي؟ فيجي الراجل دوت يرد على الرساله ديت يقول له انا الريسبونس بتاعي التحدي بتاعي دوت انا فلان وفلان اللي هو ار واحد مثلا والهاش بتاع الباسورد اللي متخزنه عنده مش الباسورد نفسها الهاش بتاعها. فكرك بيه دلوقتي اللي هو ام دي 5. انا دلوقتي هبعت لك اخر خطوه هي هي يا اكسبت يا ريجكت بناء على ايه؟ ان الباسورد اللي متخزنه عندي اعمل لها هاشنج برضه واتاكد اذا كان الهاش هو ولا لا. يبقى اذا هي خطوات مشابهه للتاني لكن برضه مختلفه جدا عشان خاطر موضوع الهاشنج عشان كده هنشرحها بتفصيل اكتر شويه في السلايد الجاي.
اوكي الاول دي الخطوه يعني لو انا في بي 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 هل في اوثنتيكيشن رشناها قبل كده بس ما كناش كملنا بعد الاوثنتيكيشن فيز اللي بيحصل فيها انت شغال انهي تايب من الاوثنتيكيشن هل لوكال ولا سكيورتي سيرفر ايه الكلام الغريب دوت يعني هنا دلوقتي لما عملنا الاوثنتيكيشن اللي هو كده اليوزر نيم والباسورد دول متخزنين فين لوكال عندي على الراوتر صح لكن في الحاله العمليه في الحقيقه حاجات كتيره جدا بيبقوا متخزنين عند سيرفر مخصوص في سيرفر مخصوص بنسميه سكيورتي سيرفر زي ما هو مسميه دلوقتي مؤقتا ده بيبقى عليه لسته باليوزر نيمز والباسوردز بتاعتنا كلها فاي كان سواء كانت لوكال ولا على السيرفر لو نجحت اوكي يبقى ينفع لو ما نجحتش اوفشال اوثنتيكيشن يبقى بنفسي لكن ده بقى اللي عايز اقول لك عليه اللي هي الخطوات بتاعتنا فناخدهم كده واحده واحده ده متصل خلي بالك يبقى ده بيبعت له رساله اسمها ايه يا جماعه؟ دي رساله اسمها تحدي دي رساله بيبعتها عرفت منين هي تحدي بيبقى لها كود شايفين الكود 01 ده معناها ان دي رساله تشالنج بعد كده بدي اي دي للتشالنج دوت ايه الاي دي ده؟ ده رقم مسلسل تمام اللي بيحصل هنا مثلا تصور ان ده هو الفرع الرئيسي اللي هو القاهره وبيتصل بيه في اليوم 50 فرع فلما انت بتبتدي اتصلت النهارده ده مثلا فرع ايه؟ الغردقه فرع الغردقه اتصل بفرع القاهره فبقوم جاي مديله تشالنج بقول له اي دي ده مجرد رقم مسلسل يعني انت مثلا النهارده رقم 17 انت متصل رقم كام؟ 17 وبعد كده بحط ايه دوت بقى؟ رقم عشوائي. الراوتر ده بيحط اي رقم عشوائي، رقم عشوائي هو بيختاره، اي حاجه عشوائيه، ويحط في الاخر انا مين؟ مين المتحدي؟ انا بتحداك بقول لك انت مين؟ بديك رقم مسلسل وبديك رقم عشوائي هتعرف ايه فايدتهم دلوقتي الاثنين دول، وبعدين بقول لك انا نفسي ارتو. لما السنه دي توصل للراجل هناك اللي هو بتاع الغردقه بتاعنا دوت هيعمل ايه؟ هيدور عنده في الداتا بيز اللوكال بتاعته على الاسم اللي انت بتقول عليه انت بتقول انت ارتو هيلاقي ان ارتو ده متخزن معاه انت هو باسورد اللي هي بورد ووك مثلا وات ايفر باسورد 1 2 3 4 5 هياخد الباسورد ديت مع الرقم المسلسل اللي انت قلت له عليه مع الرقم العشوائي الثلاثه دول يا جماعه هيدخلهم فين؟ في المعادله بتاعت ام دي 5 اللي هي الهاش اللي المعادله دي بتطلع هاش او سيجنتشر السيجنتشر ده هيبقى يونيك يعني ايه يونيك؟ يعني مش هيبقى ابدا اي هاش يطلع كده الا لو دخلت نفس الثلاثه دول، يعني استحاله تطلع النتيجه دي غير لما يكون نفس الثلاثه، مين الثلاثه دول تاني؟ الباسورد الغريبه اللي هي بورد ووك ديت، الرقم المسلسل اللي بعته لك فرع القاهره، والرقم العشوائي الغريب، مجرد رقم عشوائي. الثلاثه دول مع بعض يطلعوا الهاش دوت. الخطوه اللي بعد كده ابعت لك انا الرد بتاعي اللي بنسميه الريسبونس، اوكي؟ والريسبونس ده بيعرف مين هو الريسبونس، الكود بتاعه 02 اللي هو الريسبونس. بحط نفس الرقم المسلسل عشان زي ما قلنا الراجل ده راوتر فرعي بيكلم 100 فرع في نفس الوقت، لا انا هقول لك يعني خلي بالك انا الفرع الفلاني انت لو قلت لي الرقم ده فعشان تبقى عارف ان انت الرساله رقم 17 لما برد على رقم 17 واحط لك الهاش واحط لك ايه اسم. هل انا بعت الباسورد نفسها اللي هي بورت ووك دي؟ لا بعت الهاش بتاعها. ايه اللي هيحصل لما توصل للراوتر الناحيه الثانيه؟ الراوتر الناحيه الثانيه انت بتقول له انت ار واحد بدور في الداتا بيز بتاعتي بلاقي ار واحد قدامها الباسورد اسمها بورد ووك لاحظ ان هي نفس الباسورد هنا هاخدها واحطها مع الرقم المسلسل اللي انت بعته لي فانا فتحته من عندي والرقم العشوائي اللي انا مسجله عندي في الرام اللي انا بعته ليك انت بالذات فاخد نفس الباسورد مع نفس الرقم المسلسل مع نفس الرقم العشوائي احطهم في الام دي 5 ايه النتيجه؟ يطلع لك هاش لو الهاش ده ايكوالز الهاش اللي انت بعته لي في الرساله نمبر 2 مبروك يبقى انت كده اكيد انت راجل اوثنتيكيتد او مصلح لك ان انت تخش لان زي ما قلنا الهاش استحاله يطلع بدون الثلاث حاجات دول ما يكونوا هم هم بورد ووك مع الرقم المسلسل مع الرقم الايه العشوائي واضح؟ فطبعا لو نجحت خلاص افترض انت نجحت هيبعت لك رساله اسمها ايه؟ اكسبت اللي هي رقم ثلاثه ديت بتقول لك لينك كده ايه؟ بيز استابلش لو اترفضت هيبعت لك رساله اللي هي رقم اربعه اللي هي بتقول لك انت اترفضت. بص كده للثلاث رسائل اللي اتبعتوا لو انا هاكر دلوقتي وقاعد في النص ايه اللي قريته؟ عرفت اجيب الرقم المسلسل عرفت اجيب الرقم العشوائي لان هم مبعوتين كلير تكست عادي جدا وعرفت اجيب الهاش صح؟ فاضل لك ايه كده؟ خلي بالك اللي بيخش في المعادله هنا ايه؟ الرقم المسلسل معايا، الرقم العشوائي معايا، الباسورد مش معايا بس معايا الهاش، ما انا مش شرحت لكم الهاش قلت لكم الفكره كلها بتاعت الهاشنج فانكشن اللي هي فانكشن رياضيه ما ينفعش تستنتج منها بالعكس، يعني ما ينفعش تقول انت معاك هنا يعني هنقول مثلا اوكي ان هو معاك A وB وC دي اللي هي الباسورد او مثلا رقم المسلسل والرقم العشوائي الباسورد. لو افترضنا ان هم دول اطراف المعادله وبيساوي في الاخر دي ده اللي هو الهاش. انا معايا كده كهاكر ايه؟ معايا الرقم المسلسل، معايا الرقم العشوائي ومعايا الهاش. لو احنا بنحل رياضيات عاديه مش هتعرف تجيب دي؟ بسهوله تمام؟ مفيش حاجه غلط في المعادله زي ما بنقول بالعربي زمان جدا
اللي هو الانون بتاعنا، فاعرف اجيبه. لا الهاش بتاعنا بيعتمد انك ما تعرفش تجيب دوت، واضح؟ بس طبعا ازاي والكلام ده كله مش علينا، دي رياضيات بقى وكولاجنز ومش كولاجنز، تفهم الهاش فانكشن بتشتغل ازاي مش قصتنا خالص يعني. لكن هو ده اللي بيحصل طبعا. ده ام دي 5 هاشنج زي ما شرحت لكم، كان ام دي 5 هاشنج للاسف دلوقتي مش سكيور، وبالتالي كل اللي انا قلته ده جميل جدا، بس الهاكر اكشلي يقدر يكسر الكلام ده لو هو عايز. بس احنا ما بنستخدمش اسمه ايه دوت الشات دوت حاجه توب سكيورتي او حاجه زي كده، احنا اللي خايفين ان هو يكرش حد يكسر الكلام دوت. لو عندك حاجه مهمه عمرك ما تستخدم الايه الشات لانه مش سكيور 100%. اوكي يبقى دي كده الايه الخطوات بتاعه الشات فور ولا ايه؟ دي مشكله الكونفيجريشن نفسه بقى ابسط بكتير من التاني في الحقيقه. ليه؟ اولا انا ما بستخدمش يوزر نيمز وباسورد زي ما عملت التاني، ما بكتبش اي حاجه هنا تحت دوت غير هنا كده اهو، لان انا اقول له تشيك، وهنا كده اهو اقول له تشيك، يعني بدل ما اقول له بيبي يوزر نيمز باد اقول له تشيك بس. ما فيش حاجه هنا اسمها سنت يوزر نيم وباسورد. ليه؟ اليوزر نيم اللي انا ببعته باي ديفولت هو الهوست نيم. فاهمين القصه؟ فانا هنا لو ببعت لك ايه الهوست نيم بتاعي، خلي انا ما ببعتلكش اليوزر نيم والباسورد بتوعك، يعني فكر فيها. عايزين نقول مين اللي هيتصل بالتاني هنا؟ هنقول بابلو اسكندريه اتصل بالقاهره، ده اللي ابتدى. صح؟ ده اللي ابتدى. يبقى ده هيقول له ايه؟ هيبعت له رساله اللي هي اسمها تشالنج. ليه بتقول له انت مين؟ انت مين؟ جوه الرساله هكتب ايه هنا؟ مش هكتب باسورد، هقول لك بس في عندك رقم المسلسل رقم عشوائي، وجاي قايل لك انا مين؟ انا كايرو. انا كايرو. طب هعمل ايه انا بكايرو دي؟ هتدور هنا في اليوزر نيمز هتلاقي فيه كايرو، هنقول الباسورد بتاعتها قدامك. سيسكو 123. فاهمنا ازاي؟ ليزا اسكندريه اتصل بالقاهره، فهيقول له انت مين؟ انا كايرو، انت مين؟ فلما تجي له الرساله دي لاسكندريه لاليكس هيلاقي احنا شغالين شات، هيقوم جاي مدور عنده على اليوزر نيم اللي اسمه كايرو دوت، هيلاقي الباسورد بتاعته سيسكو 123. هياخد الباسورد ديت مع الرقمين اللي انت بعتهم له هنا، يضربهم في الخلاط ويرد بالريسبونس. جوه الريسبونس ده اهم حاجه ان انا حاطط لك الايه السيجنتشر بتاعي او الهاش. هنحط الهاش وهقول لك جوه انا مين؟ انا اليكس. مفيش، مش هستخدم اليوزر نيم بتاعي اللي مكتوب عندي، هستخدم الهوست نيم اكشلي بتاعي، اقول لك مين؟ انا اليكس. ده معناها ان انت هنا لازم لما توصل للصاله دي يبقى في يوزر نيم اسمه اليكس والباسورد بتاعته سيسكو 123. شفت الدنيا عامله ازاي؟ لازم نفس الباسورد؟ لازم نفس الباسورد، اوكي؟ يبقى انا هنا اكشلي بكتب حاجه ثانيه خالص، بكتب اليوزر نيم، يبقى الهوست نيم بتاع الراوتر اللي في وشي الناحيه الثانيه، والاثنين لازم يكونوا نفس الباسورد. الكونفجريشن مختلفه، مفيش اثنين يوزر نيم وباسورد يلخبطوك ولا حاجه خالص، بس اليوزر نيم اللي بكتبه تحت راوتر بيبقى الهوست نيم بتاع الراوتر الثاني. اليوزر نيم اللي بكتبه هنا تحت راوتر بيبقى الهوست نيم بتاع الراوتر الثاني، والباسورد لازم تكون الاثنين هنا وهنا يكونوا اكزاكتلي ايه؟ ذا سيم. بس خلاص خلص كويس. لما توصل السنه دي هدور عندي على اللي هو اليكس دوت، انت بتقول لي انت اليكس، اهلا وسهلا، الاقي اليكس عندي، هاخد سيسكو 123 مع اللي انا بعتهم لك في الاول اللي هو الرقمين الرقم المسلسل والرقم العشوائي. اكيد لما اضرب في الخلاط بتاعي سيسكو 123 مع الرقمين دول هيطلع لي الهاش بتاعك صح؟ هقوم جاي قايل لك ايه؟ تمام اوكي انت خلاص كده ايه؟ وده الثري واي بتاعنا او الثلاث خطوات بتوعنا اللي بيعملوا الفيريفيكيشن. تمام؟ ده الكوماند بتاع البي بي بي اوثنتيكيشن اللي هو اهم امر اللي بيشغل الخاصيه نفسها، وتلاحظ ان في اوبشنز اكتر بكتير من اللي احنا قلناها، بس هنفوكس على اللي ينفع في باكيت تريسر واللي يهمنا. فانا قلت له مره بي 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 اوثنتيكيشن تشيك، ممكن اقول له كده او اقول له بي 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 اوثنتيكيشن باك، ماشي. لكن ايه ده؟ تشيك باك، باك تشيك. ايه الكلام الغريب ده؟ الاثنين، مش قلت لك انا ممكن اشغل الاثنين؟ لو قلت له تشيك باك الاثنين هيشتغلوا، بس بقول له جرب تشيك الاول ولو ما نفعش في التفاوض تجرب مين؟ وهنا العكس، هقول له جرب باب الاول، هو لو ما ينفعش في الديفولت تجرب ايه؟ تشيك. اوكي؟ طيب ايه بقى الكلام الغريب اللي موجود تحت دوت؟ if needed list name default، كل ده بيستخدم مع حاجه اسمها تريبل اي او كاكس او اكس كاكس، وايه الكلام ده كله؟ لو اليوزر نيم والباسورد مش عندك عند سيرفر، التكاكس دوت او تي اي سي اي سي اس دوت ده احد انواع السكيورتي سيرفرز اللي هو قال لك عليهم، او تريبل اي زي ما جبنا سيرته قبل كده من زمان خالص في الحياه.
الحقيقه، لكن الثلاثه اوبشنز دول ما يهمنيش، احنا مش هنستخدم حاجه زي كده خالص عندنا اللي هو سيرفر اللي فيه اليوزر نيمز والباسورد. واخر اوبشن هو اسمه كول ان، بيقول لك سبيسيفاي اوثنتيكيشن اون انكومينج ريسيفر اونلي، يعني ده فقط في الاستقبال مش في الايه في الارسال. اوكي تمام، يبقى كده شفنا الامر اللي هو دوت، مش هنستخدم اي حاجه من الحاجات ديت. انتوا شفتوا اوريدي مره ما استخدمته هنا بي بي اوثنتيكيشن باك، هنشوف دلوقتي طبعا هجرب لكم ايه تشيك، بس نشوف الخطوه الثانيه. اوكي هو هنا جايب الباك، احنا اوريدي شفناه في الباك اوكي، وعايزك تجربه وبعدين قايل لي تشيك، وده اللي احنا لسه بقى ايه هنجربه دلوقتي. تعالى نجرب التشيك كده. اوكي اولا طبعا اول حاجه نعملها قبل ما نجرب تشيك ولا مش تشيك، ان انا مش عامل هوست نيمز هنا، انا كنت قاصد كده بس دلوقتي ما ينفعش، لازم ده هديله هوست نيم، اقول له انت اليكس، والناحيه الثانيه الراوتر الثاني دوت اوكي هنديله برضه هوست نيم، اقول له انت كايرو، لان ده بقى يستخدم دلوقتي عندنا كايرو، فهيستخدم فين؟ في الاوثنتيكيشن. بعد كده هقول له يوزر نيم بتاع الناحيه الثانيه اللي هو اليكس، وباسورد اي حاجه انت عايزها زي ما انا قلت لكم مثلا سيسكو 123. واذا هروح لاليكس هقول له يوزر نيم، الهوست نيم بتاع الناحيه الثانيه كايرو، ولازم نفس الباسورد اللي هي سيسكو 123. اوكي كده انا جاهز ان انا اخش انا فيجوال امر واحد تحت الانترفيس، انترفيس 0.0.0.0 بي 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 اوثنتيكيشن تشيك. تمام انا بقول له كده شغل اي ان تشيك. برضه احد الفروق انا لاحظت هنا ان لو لاحظت الانترفيس هو ايدج صح؟ ليه؟ لان انا عارف الفروق ما بين باب وتشيك، ان باب بيعمل اوثنتيكيشن في الاول وبس، يعني مره واحده اول ما بتتصل تشيك، اكشلي كل شويه بيعمل ريفيكيشن، يعني كل شويه بيبعد بيعيد تاني العمليه بتاعت الاوثنتيكيشن بتاعتنا. فالحقيقه مش هتلاقيه بيشتغل يعني الا لو عملنا كده مثلا شوت داون وبعدين شوت داون. اوكي؟ في الحاله ديت هتلاقي هنا ان الانترفيس مش شغال، او ده الدو شو انترفيس 0.0.0.0 ليه مش شغاله؟ اهي اب بس لايت بروتوكول از ايه؟ از داون. بص هنا ال سي بي بدل ما اقول لك ال سي بي اوبن ده اللي هو حاجه كويسه، لا كلوز، وكل حاجه جوه كلوز، لا بقى اي بي ولا سي دي دي ولا اي بي فيرس 6 كله مقفول. ليه كل المشكله ديت؟ عشان خاطر حضرتك شغال هنا دلوقتي تشات وهناك شغال ايه؟ باب. اوكي؟ طبعا لاحظ مفيش اب لتحت هنا يقول لك ان انت شغال باب ولا تشات، مفيش اي حاجه من الحاجات دي ظاهره. في الحقيقه ده اللي هو ينفع فيها ساعتها بقى ايه؟ امر اللي هو ديبانك. بس يعني هو هنا مش سبورت 100% في باكيت تريسر، فانا هصلحه بس على طول كده واجي قايل له هنا الناحيه الثانيه بي 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 اوثنتيكيشن تشيك. كده المفروض اللينك تشتغل وتبقى اب واب على طول. تمام؟ حصل عمليه الاوثنتيكيشن اللي هم الثلاث خطوات بتوع الثري واي اللي بيحصلوا بتوع تشيك، وبالتالي بتنجح الاوثنتيكيشن بتاعها اللي هي زي الشباب. واضح؟ ده الكونفجريشن بتاع باب وتشيب، احنا اوريدي كده نعتبر ايه خلصناه وجربناه كله. اخر حاجه في البي بي بي هي الترابل شوتنج، زي ما قلت لكم الترابل شوتنج بتاع كله مش بامر شو، لان امر شو اوكي شو انترفيس ما عندناش غيره، شو انترفيس بيطلع لك ايه اذا كنت بي 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 ولا لا، وده هايفه جدا يعني دي مشكله اللي هي ناحيه بي 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 وناحيه اتش دي ال سي مثلا حاجه هايفه، ويقول لك اذا كان ال سي بي اوبن ولا مش اوبن، فده مجرد علامه ان في مشكله لكن مش هيساعدك في حل المشاكل. عشان كده الديباج هنا مهم جدا جدا، لانه بيطلع اوت بوت مهم جدا جدا بالنسبه لنا. عندنا كام ديباج ما شاء الله؟ خمسه تقريبا، تمام؟ سته تقريبا. ديباج بي 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 باكيت، ديباج بي 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 نيجوشيشن، ديباج بي 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 ايرور، ديباج بي 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 اوثنتيكيشن، ديباج بي 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 كومبريشن، ديباج بي 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 حاجه اسمها سي بي سي بي، حاجات كتيره قوي قوي يعني. بيطلع لك طبعا حاجات كتيره بالنسبه لنا، فخلينا نخش على طول في المهم وناخد امثله. لو تاخد باك بي 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 باكيت ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لك كل باكيت بي 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 طالعه وداخله. حلو جدا. ايه كل الباكيتس بي 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 اللي طالعه وداخله؟ طبعا حاجات كتير زي ما انتم شايفين ما شاء الله. تعال نبص هنا مثلا ايه هنا بيقول في يوم كذا الساعه كذا سيريال 000 ال كيو ام. مين ده؟ ده مين يعني هنا اللي ايه اللي حصل؟ فمين اللي مصدر اللي هو الديسكربشن اللي جاي بعد كده؟ ال كيو ام ده اللي قلناه في الاول هو لينك كواليتي مونيتور. ده لينك كواليتي مورد. فبيقول لك رساله كذا كذا، الحاله كذا، اللاست اوت كذا، البير ان كذا، البير اوت كذا، يبقى هنا عمال يعمل العمليه بتاعته بتاعت الام كيو ام اللي هو بيقيس فيها كل سطر من دول باكيت لا لا مش باكيت، دي كل سطر من دول يعني كل واحد من دول باكيت، بس كل سطر من دول بيعبر عن حاجه، يعني بيقول لك ان باكيت دخلت باكيت خرجت ايه هم الحاجات بتاعتها. بعد كده بعد اللي تلاقي بي بي بي
ايه ده دي باكيت عاديه دي باكيت داتا دي باكيت داتا بعد كده ال كيو ام ال كيو ام ال كيو ام ال كيو ام كل دوت لينك كواليتي مانجمنت ايه دي ال سي بي ايه دوت ايكو ريكويست ليكو ريبلاي شايفين مين الفكره ايه دوت ال سي بي اشتغل ال سي بي كل فتره بيعمل بين زي البين كده خاص بيه عشان ناكل الدنيا بعد كده في بي بي يبقى دي باكيت عاديه داتا ال كيو ام ال كيو ام ال كيو ام هو ال كيو ام شغال كتير ليه ما احنا قلنا هو شغال على طول في الخلفيه اوكي تاني تلاقي شويه ال سي بي اشتغل ايكو ريكويست ايكو ريبلاي وهكذا اذا اكشلي لو كتبت الامر دوت خليك مستعد ان يطلع حاجات كتير قوي لان كل باكيت او فريم بقى عندنا يعني بتشتغل بي 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 هتلاقي بيظهر لك الرساله بتاعتها الباكيت ايه بالظبط اللي دخلت او اللي طلعت الاهم منه بقى هو دوت لو في مشكله اكشلي ده يعني النمبر 1 كوماند اللي احنا بنستخدمه اللي هو اسمه ديبج بي 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 نيجوشيشن ايه دوت ده بيطلع لك ال سي بي فقط اللي هو التفاوض بتاعه والان سي بي اللي هو التفاوض بتاعه اي حاجه خاصه بالتفاوض شوف بقى زي كتير قد ايه كل الرسائل اللي احنا قلنا عليها فاكرين كونفيجر ريكويست وكونفيجر اكنولج او كونفيجر نيجاتيف او كونفيجر ريجكت فاكرين كل الرسائل دي هي بقى اللي بتظهر هنا فتلاقي مثلا بيقول لك اوكي بي 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 سيندنج مش عارف ايه اب نوتيفيكيشن بروسيسنج مش عارف اب مسج بي 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 مش عارف ايه فيس از اول كلمه هو كابيتال شكلها مهم الكلام اللي فات مش استابليشنج يعني انا ببدا اعمل لسه الايه السيشن بتاعتي يوزنج ديفولت مش عارف ايه تريتنج كونكشن اس كذا سيشن هاندل كذا ايفنت كذا برضه بدور على الكابيتال ايوه بص الحروف الكابيتال كونفيجريشن ايه ريكويست ستارتنج مش هو دي المسج اللي احنا بنبعتها تمام حلو جدا اوف بروتو تشاب ده كمان بيقول لك هو ايه اللي بيبعته اوف بروتو يعني الاوثنتيكيشن بروتوكول هيبقى ايه تشاب كواليتي تايب هيبقى بيريد مش عارف كام ده الجوله ماجيك نمبر فاكرين الرقم العشوائي اللي قلنا عليه اختار اشرح اشوفه هيلف ويرجع لي ولا لا وعندي شويه كلام تاني طبعا هو مسحه يعني مش جايب لنا كل حاجه بتطلع هيبقى بيطلع حاجات كتيره دخل على الفيز الثانيه واضح ان ما دام قلنا في الاول في تشاب يبقى هنخش في فيز از ايه اوثنتيكيشن تمام اوثنتيكيشن تشالنج فاكرين تشاب جاله هنا ايه يعني تشالنج جميل جدا وبعدين بعت برده شال شويه كلام اخر حاجه وصل ايه سكسس جات له رساله اللي هي ايه سكسس طب يقعد يجيب لحد ما كنترول سي يقعد يجيب لغايه ايه لحد ما ناخد لا على طول ما بيقفش طب انا عايز اوقف يعني نقول في الاخر خالص امر اسمه ان ديباج اول يعني هو مش جايب ولا اي واحده من دول بنوقف الديباج يعني اهو ان اول ده اختصار ان ديباج اول بنوقف الديباج لكن دول مشكله الديباج بتاعنا اتكلمنا عنه ان هو لازم يبقى تبقى حريص جدا وانت بتستخدمه اوكي هو بيطلع رسائل كتير قوي المهم ان الشات نجح دلوقتي فيس از اب يعني كده ال سي بي خلص وعمل لها ال سي بي عمليه تفاوض على الاوبشنز في الاول لقى ان في اوثنتيكيشن راح عمل لك الاوثنتيكيشن خلاص يسلم لتاني واحد اللي هو مين؟ ان سي بي فتلاقي مين اشتغل ما بيكتبش ان سي بي هو مين؟ اي بي سي بي اشتغل اللي هو الاي بي فيرجن 4 ابتدى يتفاوض بعد نفس الكلام كونفيجريشن ريكويست تمام وبعدين جاله البتاع دوت بقى اب دخل مين تاني يخش يتفاوض هو كمان خلص اي بي يخش اي بي دي 6 سي بي خلص اي بي 6 بي دخل سي دي بي سي بي اللي هو بتاع سيسكو وهكذا كل واحد فيهم هيخش ويعمل الحاجه بتاعته بعد كده ال كيو ام يشتغل لو انت مظبطه اللي هو الايه اللينك كواليتي مانجمنت داتا زي ما قلنا بتاعه شغال على طول كل شويه يقعد يتست 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 طب لو في اي مشكله هنا هيبان لك على طول لو في اي مشكله هنا بمعنى مثلا لو انا بعت يعني هو طبعا مساحه هنا بس لو انا بعت الرساله دي اوف بروتو تشات بدل ما الاقي اخش على الفيس اللي بعد كده الاقي في ايرور هيطلع هنا الناحيه الثانيه بيرد عليا وتلاقي بدل كونف اك يجي لك كونف ماك ويقول لك في الرساله كده هيظهر لك يقول لك مثلا اوثنتيكيشن في هنا اوث بروتو باب يعني انت بعت اوث بروتو تشات الراجل الثاني رد عليك بايه؟ اوث بروتو باب فتفهم اه انا كده فهمت ايه المشكله المشكله ان احنا ما اتفقناش تمام مثلا تبعت لو في كومبريشن ولا حاجه او في مالتي ليك اي حاجه من الحاجات اللي بتفوق عليها تبعت حاجه والتاني يرد عليك بحاجه اي رد يعني كل اللي انت بتبعته والرد بيظهر لنا في ديباج بي 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 نيجوشيشن فده النمبر 1 كوماند اللي بنستخدمه في الترابل شوتنج بتاع بي 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 ديباج بي 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 في الحقيقه مش هتفهم منه اي حاجه يعني مفيش الكلام بتاعه غريب جدا اللي بيظهر هنا فسيبك منه اوكي اخر واحد بقى واهم واحد تاني اهم واحد قلت لكم دي ديباج بي بي نيجوشيشن اهم واحد ديباج بي 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 اوثنتيكيشن ده بيجيب لك بس الاوثنتيكيشن ده هيفيد في ايه؟ التالي مش هيطلع لك موضوع اليوزر نيم والباسورد بوضوح تمام ده هيطلعه لك بوضوح بمعنى بس بص انا ايه بوت اوثنتيكيت يوزر نيم باينير نوت فاوند واضح ان حد بيكلمني وبلاقي اليوزر دوت مش موجود عندي نو باسورد ديفايند فور يوزر نيم باينير مش موجود عندي اصلا لو موجود بس الباسورد غلط هيقول لك انا لقيته بس الباسورد غلط يبقى اذا لو في مشكله في الاوثنتيكيشن بسبب اليوزر نيم او الباسورد هيبانوا في الديباج بي 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 اي اوثنتيكيشن
ماب تبقى واضحه جدا جدا جدا. كل بس اللي بيبقى لك بتلاقي لك ليها الكود بتاعها، الكود اللي هو تشالنج ريسبونس سكسس فيلير. طبعا هنا عمال يطلع الكود رقم 4 اللي هو ايه فيلير بتاعي، لو نجحت هيظهر لك الكود رقم ايه رقم 3. انا دي ترابل شوتين بس هو عميق جدا لانه يعني عامل حاجه عايفه جدا فيها يوزر ايمز باسورد، فهيبقى هم اللي غلط هم اللي موظفين الدنيا. اي ثينك كده ايه تمام بالنسبه لنا ان هو ايه البي بي بي. ده اخر حاجه في هذا الشابتر. لكن لسه هنرجع تاني البي بي بي في الشابتر بعد اللي جاي، يعني كمان ثلاث شابتر هنشوف فين اهو. دوسنا هنا كده شابتر 4 طبعا خلاص كده شابتر 3 اللي هو البي بي بي، شابتر 4 اللي هو الفريم لاي كانسلد، شابتر 5 نتورك ادرس ترانزليشن ايه دوت النت، وده مش كانسل ده خدناه قبل كده عشان تتاكد. خلينا نفتح لك اي صفحه اوكي منه وهتلاقي نفس الصفحات بالظبط اللي كانت موجوده عندنا. مثلا هنا بيشرح الستاتيك نت وبعدين ازاي نفيريفاي الستاتيك نت، فلو حد رجع وكومبير اكشلي صفحه صفحه برقم الصفحات بكل حاجه تلاقي هي نفس الصفحات اللي خدناها في موديول رقم 2 رقم 4 دلوقتي. كده انا بيتعدل مش خاطر الناس بتبقى ايه ماشيه بتلاقي فيها ترتيب معين فبيحتاجوا ان هو الناس تاني يدرسوه عشان خاطر داخل في الامتحان. اذا مش هناخد شابتر 4 ولا هناخد شابتر 5، اكشلي هنخش دلوقتي في شابتر 6 اللي هو فيري سمبل، لانه بيتكلم عن برود باند سوليوشنز. من الاخر هنشرح الدي اس ال والكيبل اللي هم 10 اثنين برود باند سوليوشنز موجودين في العالم. مصر هنا كبرود باند يعني مش تخش على الانترنت، تخش دي اس ال. وامريكا زي ما قلنا اشهر حاجه فيها امريكا اسمه كيبل اللي هو كابل التلفزيون ده. فدول الاثنين اللي هنبص عليهم كنظريا هم بيشتغلوا ازاي. لكن الحته العملي شايفين الحته العملي هنا اللي هي كونفجرنج اكس دي اس ال دوت، وتلاقي بيقول لك ايه بي 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 او اي اوفر فيو وبعدين كونفجرنج بي 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 او اي. انا عايز اقول يعني هنا ده الشابتر الجاي ما اعتقدش هنوصل لغايه هنا النهارده، بس هنشوف يعني ده الشابتر الجاي بتاعنا بعد نمبر 3. مفيش 4 مفيش 5 مفيش شابتر 6 اصلا. فاكشلي شابتر 6 هو اللي فيه ايه البي بي بي او اي. طب ايه دوت؟ ده اللي بيشتغل بقى في الدي اس ام، عباره عن بي 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 بس ليه سبنت. طب ازاي الكلام دوت؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الكلام؟ هنشوف علينا الكونفجريشن بتاعه. وسيسكو كمان زودت في المنهج الجديد الترابل شوتنج بتاعه. انا اكشلي كنت لسه فاتحه هنا اهو اللي هو الترابل شوتنج بتاع ايه؟ بتاع بي 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 او اي. هو بس مش سبورتد في باكيت تريسر، وبالتالي لما نوصل للحته دي غالبا هتبقى في بدايه المحاضره الجايه ان شاء الله. هنعمله في ايه؟ في جي اس تري. هنعمله في جي اس تري بكره المحاضره الجايه. اوكي طيب، يبقى اذا احنا خلصنا شابتر 3 4 و 5 سكيب في المذاكره بتاعتك، لا في فريم اللي خلاص ولا في النت، يبقى نخش على شابتر 7 6 سوري اللي هو فيري فيري سمول. يعني هناك 6 و 7 دول فيري سمول شابترز، لان ده بيتكلم عن دي اس ال والكيبل مش حاجه خالص، هو بس الحته بتاعت الكونفجريشن الوحيده في اللي هو في الباقي كله كلام نظري. شابتر 7 بيتكلم عن دي بي ام اللي هو واقف هنا زي ما قلت لك. هتلاقي بقى يعني ايه دي بي ام، يعني ايه تانل، يعني ايه اي بي سيك، يعني ايه ريموت اكسس بي بي ام. فده شابتر مهم جدا بس برضه سيمبل ما فيهوش حته واحده كونفجريشن اللي هي دي السكشن دوت التانل دوت. لكن زي ما قلت لكم احنا هناخد فيري 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 سمول ديتيلز عن الدي بي ام ازاي بيشتغل. وبعدين يلا بقى تقول لي خلاص فاضل لنا 2 شابترز. ايوه لكن ما تنساش ان هنا لو قلت لك فيو اول بيجز او اللي هو السكشن اللي هو الحاجات اللي سيسكو ضافتها في الموديول الرابع كتير لسه هنشوف كل الكلام ده كله. يعني مع الفي بي ان هنيجي نخش على الاثنين دول في الحقيقه هنشوفهم مع الفي بي ان، مع الفي بي او اي هنخش على الجزء دوت، وبعدين كل الباقي اللي هنا ده ملوش علاقه باي حاجه من الشابترز فده هيبقى في الاخر. يعني اوكي كل الحاجات دي كده اي بي جي بي و اي بي بي 6 اي سي ال و سكيورتي و اس ام بي فيرجن. لا اكشلي اس ام بي فيرجن سيارة طبعا مع شابتر 8 تمام. يعني هنجمع دوت في مجموعه ايه محاضرات لوحدهم في الاخر. وايه الاس والتي والبي يو؟ ده الاس معناها في سيكشن، التي معناها في توبيك، السي معناها ده شابتر كامل، بيقول لك حجمهم قد ايه من الاخر يعني. يعني في حاجات صغيره بي اللي هو بيج واحده يعني ده مثلا عباره عن صفحه 3000 تي ده اللي هو اكتر عشان ممكن يبقى صفحتين مثلا، اس لا ده جواه كذا توبيك بقى. فهنا مثلا بتشوفه الكبير اللي هو اي حاجه فيها اس او سي، فطبعا لو دورت هنا كده تلاقي مين؟ اكبر واحد عندنا هو ده كواليتي اوف سيرفيس اللي هو اي سي. لا يعني في سيكشن بس دي حاجات عبيطه يعني هم مش حاجه كبيره في الحقيقه سواء هم او اي بي جي بي. ده كلام نظري بحت اكشلي، كل ده كلام نظري بحت تمام؟ ده برضه يعتبر كلام نظري بحت. يلا
برضه نظري اكشن كان كتير نظري يعني سيسكو بتقول كده ايه عارف ان هي خايف الاكاديمي كل بقى حاجه ما خدتهاش تعالى نحطها ما هي ملهاش مكان هنا ولا هنا هنا فهنحطها هنا. طيب يبقى خلينا ناخد الجزء الاول بتاع شابتر 6 اللي هو هيبقى جدا زي ما قلت لكم يقول لك ده اللي هنتعلمه في هذا الشابتر. عايزين نشوف يعني ايه تري وركينج اصلا ايه هو التري وركينج سولوشن وبعدين الكيبل والدي اس ال دول اللي هو الحاجات اللي هندرس عليها. هنقف عند الحته بتاعت الكونفجريشن نخليها المره الجايه عشان نبقى فاهمين شويه بتاعت البي بي بي او اي اللي هي دي مهمه. فنلاقي ده كله ايه النهارده دردشه كده كلام نظري بيتكلم على التري وركر والبرودكت. ايه التري وركر دوت؟ عامل لك سيكشن كبير لو عمال يتكلم على التري وركر دوت تحس ان هو كلام يعني ما شاء الله طويل خالص لكن مهم ان انا اعرفه. التري وركر هو اي شخص بيشتغل بعيدا عن مكان الشغل مش قاعد على مكتبه وبيعمل الشغل بتاعه. لو قاعد على مكتبه باللابتوب بتاعه ما يبقاش اسمه تري وركر. لو قاعد على مكتبه وبيعمل الشغل بتاعه بجهاز ايا كان الجهاز ما يبقاش اسمه تري وركر. تري وركر معناه ان هو كونكتد ريموت يعني حتى لو قاعد شغال بالموبايل. طب اذا بس قاعد على مكتبه جوه الشركه فاهمين القصه؟ انا عايز كونكت ريموت الشركه دي ليها اتش كيو انا شغال في البيت تمام انا شغال في البيت برضه ايه الفرق؟ ده عنده راوتر ده ما عندوش اوكي؟ انا شغال في فرع انا شغال قاعد في اي مكان على هوت سبوت تمام؟ انا قاعد في اي حته او داخل بلد اي حد بيخش ريموتلي يخش يعمل الشغل بتاعه تمام؟ هو ده اسمه التيلي وركر الشخص اللي بيشتغل عن بعد. وبعدين جايب لك كذا صفحه بقى ليه بنعمل اصلا القصه ديت؟ كلام شويه له علاقه يعني تحس ان هو اجتماعي او علم اجتماعي يعني. فاول حاجه ايه مميزات التيلي وركر بالنسبه للامبلوير؟ لو انت شركه لو انت صاحب شركه ايه اللي يخليك يعني تخلي الموظفين بتوعك يشتغلوا عن بعد؟ كذا حاجه. امبلوي برودكتيفيتي افضل الانتاجيه بتاعت الموظف ده بتبقى افضل بكتير في الحقيقه. لان هم عملوا استادي في هذا الكلام ولقوا ان ده حقيقي لما بتشتغل من البيت او براحتك من اي مكان مش لازم تروح الشغل بتشتغل احسن مش اقل. ريديوسد كوست اند اكسبنسز ودي طبعا المفروض تبقى نمبر 1 لان انت كده هتعمل تكلفه اقل بكتير. عايز اقول لكم في شركات مثلا تبقى معين عندها 1000 موظف ولما تروح مقر الشركه تلاقي عباره عن مكتب واحد بحجم الاوضه اللي احنا فيها دي في اثنين بس قاعدين او ثلاثه. هم فين بقيه ال 1000 موظف اللي متعينين عندكم بيقبضوا مش حد فيهم وده مقر الشركه الناس دي كلها بتشتغل عن بعد هي الشركه شغلها كده يعني تصور لو الشركه دي بتشتغل مثلا ان هي بتادي خدمات تقدر تتعامل عن بعد بسهوله زي فريلانس مثلا ديزاين ديزاين جرافيكس ديزاين بتاع فوتوشوب ديزاين ويب سايتس بروجرامينج كل الحاجات دي سهل جدا تعملها وانت قاعد في اي مكان عندك ايه خليك تروح الشغل ايه خليك تيجي عندي تمام فاهمين القصه؟ فممكن تعمل كده بسهوله وده تكلفه اقل بكتير جدا وانت تبني مبنى ولا تشتري مبنى ولا تاجر مكان وموظفين وتكلفه رهيبه طبعا. Easier recruitment and retention اسهل ان انت تقدر تجذب الناس اللي هم يشتغلوا عندك وان انت تحتفظ بيهم ان انت مش مثلا من الحته الصعبه جايه في القاهره فلازم اجيب حد من القاهره لا خلاص مش لازم تكون في القاهره خالص انت تجيب تشغل حد من المكسيك. اوكي reduced absenteeism ديت معناها غياب مفيش بقى غياب ولا ان حد موجود هتعرفيه ازاي على الشغل. يعني مش هتروح. امبروفد مورال اللي هو يعني نفسيه الناس وانطباعهم للشركه اللي هي زي ما هيقول لك بعد كده بتبقى احسن بكتير يعني الناس مستريحه. وامبروفد كاستمر سيرفيس حتى خدمه العملاء بتبقى افضل بكتير ودي برضه احد الشغلات الكتيره اللي مش لازم تعملها من مكان يعني انت لو عندك كمبيوتر وبتجيب بس هيدسيت كده وتقدر تشتغل كاستمر سيرفيس من وانت في البيت. مميزات بالنسبه للكوميونتي والجفرمنت عشان خاطر التري وركر يبقى مفيد بالنسبه للمجتمع والحكومه عندنا بيقول لك بيقلل الترافيك والانفراستراكشر ريكويرمنت يعني مثلا الصبح الساعه 8 والناس رايحه الشغل بدل ما يبقى فيه يعني 100,000 واحد على الطريق زي ما متهيأ لك ان هو كده لا هيبقى رقم اقل بكتير لو الناس ابتدت تشتغل عن بعد. ريديوسز ايربن دريفت اللي هو حته الهجره من الريف الى الحضر زي ما بيقولوا او من الريف للمدن مش محتاج تعمل كده خليك في المكان اللي انت عايش فيه وتقدر تشتغل بيه. امبروف رورال اند سفيربال امينيتيز معناها ان هو المكان بقى اللي انت عايش فيه ده هو الريف مثلا في المقابل عندنا هناك ما عندهمش ريف قوي يعني بره المدينه لو انت عايش بره المدينه هيشتغل افضل لان انت هتبقى قاعد فيه ومحتاج ان هو يعني يبقى متظبط اكتر الخدمات بتاعته كلها شغاله وبالتالي هتبقى موجود. اخيرا الموظف نفسه اللي بيشتغل ايه مميزات له؟ البرودكتيفيتي الانتاجيه بتاعته زي ما قلنا هتبقى افضل الموضوع بالنسبه له مرن يقدر يشتغل في اي وقت من اي مكان باي طريقه يقدر يشتغل بهدوم البيت مثلا من غير ما يلبس ولا يعمل اي حاجه. التكلفه اقل في كل حاجه ما بينفعش مواصلات ما بينفعش اي حاجه في البتاع ولا اكل ولا شرب ولا حاجات كتيره جدا. واخيرا طبعا من اهم مميزات البيت والعيله ان هم بتبقى انت قريب منهم. العيوب بقى بتاعت هذا الموضوع تمام شايفين الاستاذه اللي زعلانه ديت العيوب اللي
الانترفيو بقى بتاعتك بيقول لك من الامبلوير الموظف ايه العيب بتاع الطريقه اللي بتشتغل على الموظف. طبعا تراكنج اوف امبلوي بروجريس يعني ازاي راقب ان انت بتشتغل ولا لا، عشان كده دي ما بينفعش في كل الوظائف، في وظائف كتيره ما ينفعش اراقبها اللي هي اراقبك ازاي يعني مثلا لو انت بتتكلم في كاستمر سيرفيس او في ديزاينز اوكي انت النهارده مطلوب منك في ديزاينز مطلوبه ثلاثه ديزاينز خلصت الثلاثه ديزاينز انا ماليش دعوه انت خلصتهم في ساعتين ولا خلصتهم في 8 ساعات انا ما كنتش عايزك تيجي المكتب تشتغل تعمل ايه فاهمين القصه انت كاستمر سيرفيس اوكي انت المفروض تشتغل كاستمر سيرفيس شغال مثلا واخد شيفت تشتغل 6 ساعات 6 ساعات دول اي مكالمه هتجي لك انا بعرف اذا كنت انت رديت عليها ولا لا تمام. فاذا مش كل الشغلانات تنفع تشتغل عن بعد عشان حته التراكنج دي مهمه. النيو مانجمنت ستايل يعني المدير بتاعك ده هيجي لك ازاي وهو انت مش قدامه ممكن اصلا يكون عمره ما شافك ولا انت عمرك شفته لازم يبقى في اسلوب جديد للاداره عشان نتعامل يعني بقى يتوائم مع الموضوع الجديد. من ناحيه الموظف ايه العيوب بقى؟ طبعا اول حاجه فيلينج اوف ايزوليشن تحس ان انت معزول، مفيش بقى ان انت تروح الشغل وتسلم على الناس وازيكم ومش عارف ايه وتعملوا النميمه اليوميه على اللي بيحصل في الشغل. سلور كونكشنز ممكن يكون الكونكشن عندك في البيت ابطا فطبعا ده هيخليك تعاني شويه في الشغل بالذات محتاج كونكشن سريع. واخيرا واهم حاجه هي الديستراكشنز، هل انت اصلا ينفع تشتغل في البيت ومثلا العيله بتاعتك موجوده والاطفال موجودين كل شويه بيجروا او التلفزيون بيشتغل فتروح تتفرج على التلفزيون وتلاقي نفسك في الاخر ما اشتغلتش نص ساعه في اليوم. خلصنا كده الكلام بتاع الايه؟ الهندسه الاجتماعيه ولا علم الاجتماع ونخش بقى على الجزء التكنيكال. انا التكنيكال دلوقتي هعمل ايه؟ ازاي اليوزرز دول كلهم هيتوصلوا للاتش بي بتاعي عن طريق الفي بي انز تمام؟ بالتحديد لو فاكرين الكونكشن بتاعنا اسمه برود باند وفي بي ان، عايز الاثنين دول مع بعض. اوكي؟ يبقى ده اللي هنفوكس عليه دلوقتي، الريموت يوزر عايز يخش على بعد، عايز حاجتين، برود باند يعني كونكشن سريع، في بي ان مع كونكشن سريع دوت هو ده اللي بيعمل لي السكيورتي بتاعتي وان انا اطمن على الداتا بتاعتي. الشابتر دوت شابتر 6 بيفوكس على الجزء الاول اللي هو البرود باند، شابتر 7 اللي بعديه على طول المره الجايه برضه ان شاء الله بيفوكس على الجزء الثاني اللي هو الفي بي ان. تمام؟ فده بدايه الايه؟ الشابتر بجد كل اللي فات ده ما كانش له اي لازمه في الحاجه دي. فادي الكونكتيفيتي ريكوايرمنتس بتاعتنا للتيلي وركر. عندك بيقول لك الهوم اوفيس بتاعك عندك تو اوبشنز، الراوتر يبقى في عندك راوتر في البيت والراوتر ده يكون كيبل ان هو يعمل في بي ان، وده معناها في الحقيقه ان انت كده شغال بنوع الفي بي ان اللي هو اسمه سايت تو سايت، فاكرين البتاع ده اسمه تانل اللي قلنا عليه انكريبتد في بي ان تانل، عملت نفق من الراوتر بتاعك للراوتر بتاع الشركه. طبعا معظم الناس ما عندهمش الكلام دوت، يعني الراوتر بتاع تي داتا اللي انت خدته ببلاش دوت ما يقدرش يعمل في بي ان. تمام؟ فانا ما عنديش الاوبشن دوت في البيت ان الراوتر بتاعي يكونفجر ويبقى في بي ان بهذا الشكل، وبالتالي مش هشتغل بالطريقه اللي اسمها سايت تو سايت دي خالص. ما انا هشتغل ازاي؟ هشتغل بالطريقه الثانيه اللي هي الريموت اكسس، اللي انا بنزل سوفت وير عندي مخصوص والسوفت وير دوت هو اللي باكسس عن طريق الفي بي ان. بس الكلام ده كله الفوكس بتاع الشابتر الجاي، احنا زي ما قلنا هنسيبنا بالنقطه دي دلوقتي ونبدا بقى نركز في الايه؟ الثلاثه اوبشنز الموجودين عندنا اللي هنشوفهم هنا كيبل ودي اس ال، يعني في الاخر بنجيب سيره الوايرلس كده بسرعه. بس هم اهم اثنين زي ما قلنا كيبل ودي اس ال. اول حاجه كيبل وحاول تعرف عنه حاجه لانك ما تضمنش ممكن في يوم من الايام تبقى شغال في امريكا او تبقى شغال في مصر بس بتسبورت نتورك شغال في امريكا، مثلا لو اشتغلت في اورنج بزنس سيرفيسز فانت هتشتغل مع ناس في امريكا. طب امريكا عندهم نمبر 1 كونكشن انترنت باستخدام الكيبل، دي حاجه مش موجوده عندنا في مصر، فانت حاول تفهم ايه هو الكيبل ده اصلا. اول حاجه بقول من زمان خالص موجود لغه الكيبل ده تي في كيبل. ده كان تلفزيون بيوصل لكل بيت تقريبا في امريكا، وهو ده الوسيله الاساسيه بتاعتهم من عشرات السنين هم يتفرجوا على التلفزيون. قلنا زمان عندنا في مصر كان في الاريا وده موجود عندهم من زمان برضه، بس احنا بعد الاريا نطينا على مين؟ على الدش زي ما بنسميه او الساتلايت. صح؟ هناك لا هم كان في الاريا وبعد كده نطوا على حاجه اسمها ايه؟ الكيبل. طب يشتغل ازاي الكيبل ده؟ زي ما انا قاعد في بيت في امريكا في مدينه ما وعندي كابل داخل البيت فيه تلفزيون، احنا فاهمين التليفون شغال ازاي؟ في سنترال صح؟ في بوكس وكابل تمام؟ لكن ازاي الكيبل بيشتغل؟ ادي ده الكيبل بدون انترنت خالص، يعني ده الرسمه اللي قدامنا دي هتشرح لنا الكيبل بيشتغل ازاي كتلفزيون. اللي بيحصل كالاتي، اشاره التلفزيون نفسها اللي حضرتك بتتبعت منين؟ غالبا في امريكا من لوس انجلوس في كاليفورنيا او من نيويورك تمام؟ دول اكبر مكانين فيهم ايه؟ اللي هي محطات التلفزيون، محطات زي اللي عندنا ام بي سي ومش عارف سي بي سي والحاجات دي كلها، المحطات دي بتبلغ بالاشاره بتاعتها، بتبلغها فين؟ بتبعتها لك في كابلات؟ لا. بتبعت من لوس انجلوس ونيويورك مثلا بتبعتهم ايه؟ ساتلايت. لا احنا قلنا
امريكا مفيش ساتلايت او مش منتشر. اصبر. نيجي بقى مثلا افترض ان انا مثلا ايه؟ ناخد المثال المكان اللي انا كنت فيه في دالاس تكساس. انا ساكن في مدينه دالاس تكساس، تكساس دي بعيده جدا عن لوس انجلوس او عن نيويورك جدا، تمام؟ ساعات وساعات من السفر. ازاي هتوصلني شاشه التلفزيون دي؟ هم بيبثوها باقمار الاقمار الصناعيه، وبيجي الشركه اللي ماسكه السيستم بتاع كيبل تي في دوت عندها طبق. بس مش طبق زي اللي عند حضرتك في البيت اللي بتقوم جاي شايله كده على ظهرك ولا تحطه فوق العربيه، اوكي؟ لا، طبق بحجم الفيلا اللي احنا قاعدين فيها دي، حجم الفيلا كلها، تمام؟ طبق كبير ضخم جدا. ده اللي بيستقبل الايه؟ البث بتاع القنوات المختلفه اللي بتبث من اي مكان، يقدروا يستقبلوا بالطبق الكبير ده. يبقى ده اول كومبوننت عندنا هنا، يبقى حاجه اسمها الانتنا سايت، وده هو في الاطباق بتاعتنا اللي هي اسمها الانتنا في الاخر، اللي بتستقبل الايه؟ الحاجه من السطرات. جميل، حلو جدا. انا بقى دلوقتي قاعد فين؟ في الاخر هنا خالص، في البيل دوت. تمام؟ وجاي لي كام؟ ايه اللي حصل في النص؟ تعالى نشوف. من الانتنا سايت بيبقى في حاجه اسمها ترانسبورتيشن سيستم او ترانسبورتيشن نتورك وات ايفر. ممكن تبقى مايكرويف يعني تتبعت وايرلس، ممكن تبقى كوأكسيال اللي هو نحاس، او فايبر. وطبعا النهارده معظمنا فايبر. ده عباره عن كام؟ الحته دي خلي بالك مش في وسط البلد يعني. تمام؟ الحته اللي فيها الاطباق دي بتبقى في حته كبيره كده بس بره. وبعدين باخد الاشاره اللي هم استقبلوها بتاع اقمار صناعيه وبجيبها بكام؟ غالبا فايبر زي ما دلوقتي كبير ضخم كده. لمين؟ لحاجه اسمها الهيد اند. شيل الهيد اند ده وفكر مكانه بالسنترال بتاع التليفونات. تمام؟ الهيد اند ده البديل في شبكه التليفونات بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ زي السنترال كده، بس ده زي السنترال المركزي اللي هو اللي بيربط كل حاجه ببعض. فاذا الاشاره استقبلتها بالطبق مشيت في كابل معين سواء نحاس ولا فايبر لغايه لما وصلت للمكان الرئيسي. ده اللي هو المكان اللي فيه الاجهزه كلها والحاجات اللي هيبدا يطلع منه ويوصل لمين؟ للمدينه كلها. فطبعا بيحصل فيه حاجات كتيره، لو مثلا الاشاره بتاخدها بالك بتعمل لها بروسيسنج فورمات يعني عشان تفهم حاجه. مثلا قرارات امريكا مثلا زي مثلا وات ايفر سيريال عشان يبقى كله عارفها سيريال، تمام؟ فبتدي تتذاع. فانا استقبلتها هنا كطبق، بتستقبل اشاره اسمها رو سيجنال. الرو سيجنال دي بتجيلي ما فيش عليها مثلا اي لوجو او اي حاجه، بتيجي زي ما الاشاره بتتباع بالظبط. انا باخدها ممكن اضيف عليها الحاجه بتاعتي، يعني انا هنا المحطه في تكساس في دالاس تكساس، هضيف فوق كلمه اسم المحطه بتاعتي او اسم الشركه بتاعتي، ممكن اضيفه جنب سيريال او بدل سيريال حتى اصلا حسب اتفاقي معاهم. لما السي ان ان بتاخد بريك وبتذيع اعلانات، انا ما بذيعش الاعلانات بتاعتهم، انا ممكن اذيع الاعلانات بتاعتي انا برضه حسب الاتفاق ما بيننا، فاهمين القصه؟ فانت مش مجرد واصله، يعني مش هنا بتوصل الحاجه دي كهرباء تخش تطلع كهرباء من الناحيه الثانيه، لا، بيحصل بروسيسنج وقصه كبيره جدا هنا في المكان ده، في كميه حاجات رهيبه بتحصل في المكان اللي اسمه ايه؟ الهيد اند. تمام؟ زي ما قلنا دماغك انت ده زي شبه ايه؟ شبه السنترال. اوكي؟ وسط الهيد اند هيبدا بقى يطلع منه كيبلز زي السنترال كده، كيبلز ضخمه بتمشي في الارض وعشان توصل البيوت، مش هي دي الكيبلز اللي هتوصل البيوت بس دي في الاخر هتوصل الكيبل ده بنسميه ايه؟ ترانك. تمام؟ ده اسمه ايه؟ ترانك. ترانك زي بتاع التليفونات برضه. ده الكابل اللي طالع زي ما شايفين كابل ضخم بيطلع هنا كده وكانه ماشي في المدينه كلها. برضه الكابل ده ممكن يبقى نحاس وممكن يبقى فايبر حسب المدينه وحسب حاجات كتير. اوكي؟ يعني انا لما كنت موجود 2008 كان معظم الكابلات لسه نحاس. كان حتى الضخم اللي طالع ده كان بيبقى نحاس، في بعض الاماكن ابتدوا يابجريدوا فيها ويبقى كابل ترانك اللي طالع ده فايبر. اوكي؟ حسب. الكابل ده بيمشي زي ما انتم شايفين، وبالذات لو هو نحاس هيحتاج كل شويه امبليفاير. ايه الامبليفاير دوت؟ كابل نحاس كوأكسل عادي جدا زي كابل الدش بتاعك، زي اللي انت بتجيبه من الطبقه فوق للديكودر عندك تحت. كوأكسل. فالكابل دوت بيجي هنا اشاره النحاس كل فتره بتطلع. لازم تيجي تقصد تخش الجهاز اسمه امبليفاير، ودوت بيقدر ياخد الاشاره دي ويقويها تاني، ياخد الاشاره ويقويها عشان يستمر شايفين كل شويه تلاقي فيه ايه؟ امبليفاير. تلاحظ بقى ان ايه؟ من الامبليفاير دوت يبدا يطلع، خلينا ناخد بقى المثال الاخراني من الامبليفاير الاخراني ده، يبدا يطلع كيبل مخصوص للايه؟ لكل بيت. هو مش كابل واحد لكل امبليفاير، يعني كابل واحد بيطلع كابلات كتيره، والكابل ده له اسم مخصوص بنسميه الديستريبيوشن كيبل او ساعات بيسموه السبسكرايبر دروب كيبل، وات ايفر الاسم بتاعه. ده كابل صغير بيجي مسافه، ده بقى شبه الايه؟ زي اللي جاي من البوكس للبيت عندك. يعني فكر ان الامبليفاير ده عامل زي البوكس بتاعنا في التليفونات. فاذا ده زي كده وبيوصل للبيت عند حضرتك ويخش البيت زي كابل التليفون ما بيخش البيت عندنا. خش بقى انت عندك في اللي هي اللوحه الرئيسيه بتاعت الكابلات حسب بقى البيت انت عامله ازاي ويمشي في الحيطه وات ايفر. بس ده كابل بدل تليفون كابل ايه؟ تلفزيون واللي هو كوأكسل في الاخر تلاقيه في الحيطه يجي كوأكسل. اوكي؟
اوصله عندي بالتلفزيون بتاعي، وحسب بقى طبعا بعد كده هتوصله مباشره بالتلفزيون غالبا لا، برضه في جهاز اللي هو زي الديكودر اوكي بيسموه الكيبل بوكس او التوب بوكس، تي في توب بوكس اسمه، كان زمان التلفزيونات القديمه بتحط فوقيهم قبل رفيعه دلوقتي كده نسميها يعني، وهو ده الجهاز اللي بيستقبل الاشاره ديت وبتوصله بعد كده بالتلفزيون. شبه الدش عندنا يعني، بتقدر تقلب بقى في قنوات واشتراك، في قنوات معينه مشترك فيها، في قنوات ثانيه مش مشترك فيها اللي هيظهر لك والكلام ده واضح؟ فده كده تبسيط لشبكه التلفزيون الكيبل في امريكا بتشتغل ازاي. ده كده تلفزيون بس، ده مفيش اي انترنت في الموضوع. بصوا بقى هما على الكابل بتاعنا دوت والترددات اللي بتمشي عليه، بنرجع تاني بقى اللي هو الترددات ومش ترددات، بنلاقي كده في حاجه اسمها ار اف سبيكترم، وجايب لك كده ار سبيكترم ده من اول اقل حاجه لغايه اعلى حاجه. تمام، تلاقي مثلا الكتريك ويفز، راديو ويفز، الاي ام والتي في والاف ام، مايكرويف، انفريد اللي هو اشعه تحت الحمراء، فيزبل، الترا فايلت اللي هي الفول بنفسجيه اللي هي زي اشعه الشمس مثلا، تمام، جاما ريز لا سمح الله بعد الاكس ريز، الحاجات اللي هي بيستخدموها في الاشعه لما بتروح تعمل اشعه مثلا عند دكتور او حاجه. المهم ايه علاقه الكلام ده كله بينا او الحته اللي تحت دي؟ بس ان الكيبل نتورك عندنا تقدر تبعت اشاره على الكيبل في الاتجاهين، ونقدر نعمل اكتر من اشاره في نفس الوقت. مع التطور ده اللي حصل طبعا الكيبل ده ظهر في امريكا في الخمسينات من زمان جدا، بس اول ما اشتغل كان بيتبعت اولا اشاره واحده في اتجاه واحد من الهيد اند للبيت، يعني انت بتستقبل اشاره التلفزيون. بعد كده اتطور شويه بقى تقدر تبعت انت من البيت عندك اشاره للهيد اند، وانا ابعت ليه من البيت عندي اشاره. ابتدى يدخلوا اوبشنز في وانت بتتفرج على التي في انك تغير حاجه او تعمل حاجه، زي مثلا حاجه اسمها بيبر فيو او بي بي في، اللي هو تطلب فيلم وتدفع فلوس بكريدت كارد والفيلم ده يتحمل على قناه معينه مخصوصه. اوكي؟ يعني الكلام ده بيتقرا بالريموت، بيبقى في قنوات مخصوصه كده مقفوله بتشفرها اصلا، بس فيها بتقول لك اوكي لو عايز الفيلم دوت بتدوس حاجه على الريموت تقوم جاي تطلب الفيلم. فبطلب الفيلم بالريموت ويقوم جاي الفيلم يبتدي يشتغل، ويبقى متاح مثلا بالنسبه لك يوم او يومين حسب. الفيلم ده اصلا ممكن يكون حتى بيتعرض في السينما دلوقتي لغايه دلوقتي. فاذا طب انا ازاي بالريموت هنا طلبت حاجه والفيلم حمل وجه؟ فانا كنت محتاجين وسيله ان انا ابعت داتا من عندي لمين؟ للشركه. عشان كده بقى في اتجاهين. شويه شويه حصل تطورات ثانيه ولقوا ان هم ممكن نفس الكابل يمشي عليه اكتر من تردد في نفس الوقت. دي نفس الفكره بتاعت الدي اس ال زي ما هنشوف، الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه سواء تليفون او تلفزيون، هو كابل واحد بس بدل ما نمشي عليه اشاره واحده بنمشي عليه اكتر من اشاره في نفس الوقت. طب ازاي؟ حاجه اسمها ترددات، ان انت بتشغل اكتر من اشاره بترددات مختلفه. وهنا بيتكلمنا على الترددات في الداون ستريم وفي الاب ستريم. طب انا اظن واضح، داون ستريم يعني جاي داون، فبالنسبه لنا يبقى منين؟ من الهيد اند للمشترك. اب ستريم اللي هو العكس، انا طالع اب يبقى انا من المشترك لمين؟ للهيد اند. فالداون ستريم دوت اوكي بيقول لك الرينج بتاعه من 50 ل 860 ميجا هرتز، ده الترددات يعني. اما الاب ستريم الرينج بتاعه من 5 ل 42 ميجا هرتز. ما تحفظش الارقام دي بس افتكر حاجه، ايه الفرق ما بين الرقم ده الرينج ده والرينج ده؟ اول حاجه دي من بالك من 5 ل 42 ومن 50 ل 860. ايه الفرق؟ في حاجه رهيبه وبين الفرق كبير وبين الاثنين ايه؟ اشكال. لا اكيد مفيش كلام، هو اكيد الداون ستريم محجوز له حاجه ولا الاب ستريم محجوز له حاجه، بس انا قصدي عشان افرق بينهم من غير ما احفظهم. ايه الملاحظه على الارقام دي، على الرقمين دول، الملاحظه على الرقمين دول؟ دي 50 ودي 50. دي ايه؟ 50 ودي 50. لا ده من 5 ل 240. ده من 50 ل 860. يعني الرينج ده كله كام ميجا هرتز؟ من 5 ل 240، اطلع 5 ل 240 صح؟ يطلع لك التردد ده يطلع كام؟ 37. ده من 50 حتى 860 ميجا هرتز. يبقى التردد بتاع ده كميته قد ايه؟ فاهمين؟ فاكر ان التردد ده حيز كده انت بتاخده. فاللي تحت ده حيز صغير جدا بتاع الاب ستريم، اما اللي فوق ده حيز كبير جدا من 50 ل 60 يعني 810 ميجا هرتز. طب ده هيترجم في ايه؟ ان لو انت بدي حيز اكبر بكتير للداونلود من ايه؟ الابلود. فده هيأثر في ايه؟ الترددات دي اكشلي هي اللي بتحدد السرعه. فاذا سرعه الداونلود هتبقى اكبر بكتير من سرعه الايه؟ الابلود. واضح؟ اوكي؟ تعال نشوف. لما عملوا بقى الكلام دوت ودخلوا الداتا او الانترنت في وسط كابل التلفزيون بتاعنا، كان لازم يبقى ليها ستاندرد، اوكي؟ زي ما احنا الستاندرد بتاعنا، لما دخلوا الانترنت في التليفون بقى اسمها ايه؟
مش ده رد. انت لما ما تخليهاش من السيفون ده رد عباره عن نفس اللي كنا بنعمله ساعه بنبعت فاكس يعني اكشلي نفس اللي بتعمله في الفاكس هو اللي بتعمله في الانترنت مفيش فرق. موبايل انت قصدك على الموبايل دي اس ال؟ دي اس ال؟ انت بتختار طريقه الاستخدام دي اس ال قوي يعني. فبرضه الدي اس ال ده زي ما هتشوف اختصار ديجيتال سبسكرايب لاين وده ستاندرد معين بيشتغل في مصر هنا. لما عملوا الكلام دوت في امريكا عملوا ستاندرد برضه اسمه دوكسيس. اسمه ايه؟ دوكسيس. ده اختصار ل داتا اوفر كيبل سيرفيس انترفيس سبيسيفيكيشن. مش عليك تحفظ الاختصار ولا حاجه بس ده الاختصار بتاعه دوكسيس. وده اللي بيحدد بيقول لك defines the communication and operation support interface requirements for a data over cable. يعني اي حاجه ازاي الداتا هتمشي اوفر كيبل كل حاجه من اول الفيزيكال الترددات والحاجات اللي كنا لسه بنقولها دلوقتي للاير 2 وازاي الداتا هتتبعت يعني بتتبعت ازاي تمام اه فيزيكال لاير والترددات بتاعتنا البانوسز اللي موجوده متاحه قد ايه ومش حاجه واحده الماك لاير وده اللي هو بيتكلم ان هو شغال بحاجه اسمها تي دي ام اي او اس سي دي ام اي ومين الحاجات دي ولا دعوه الناس بتوع اتصالات برضه اوكي. فده الدوكسس اللي هو بيحدد لنا كل حاجه بتحصل ازاي. في واحد تاني اسمه يورو دوكسس وواضح اسمه يورو بتاع اوروبا يعني مختلف شويه عن بتاع امريكا بس طبعا الاساس ان هو دوكسس وامريكا اللي هي اكتر واحده بتستخدم فيها دي الكيبل. ايه الكومبوننتس بقى اللي هتضاف للشبكه اللي كنا لسه بنشرحها من شويه عشان خاطر تمشي الكيبل اللي هي ديتا. يعني ما احنا كان عندنا السنترال في مصر وانا عندي تليفون في البيت اكيد زودنا حاجه عشان نقدر نشغل الدي اس ال. نفس الكلام انا عندي تلفزيون ودخله كابل تلفزيون وكان في جهاز مكان اسمه الهيد اند زودنا ايه؟ اول حاجه تلاحظ الهيد اند هنا دلوقتي ممكن تحط فيه سيرفرز راوترز اجهزه بقى خاصه بتاعتنا بتاعت النتورك بس اهم جهاز هتحطه هو اسمه سي ام تي اس او كيبل مودم ترمينيشن سيستم. ده الجهاز اللي هو بتعمل عليه عمليه الاتصال بتاع الداتا يعني ده مسؤول عن ارسال واستقبال الداتا ملوش علاقه بالتلفزيون. على الطرف الاخر في البيت عندك عشان كده الاسم ده بتاعه جاي في الحقيقه انت هتحط جهاز اسمه كيبل مودم زي ما احنا هنا بنحط اكشلي في البيت عندك دي اس ال مودم هو بقى بيحط عنده في البيت اسمه ايه؟ كيبل مودم تمام؟ يبقى اذا انا عندي في البيت كيبل مودم على الناحيه الثانيه يبقى اسمه ايه؟ كيبل مودم ترمينيشن سيستم يعني ده نقطه الايه؟ التجميع او النهايه بتاعت كل كيبل مودم يبقى كل كيبل مودم في كل بيت البيت ده والبيت ده والبيت ده وكل بيت هيحط فيه كيبل مودم هيعتبر هيعمل اكشلي كونكشن بس لوجيكال كونكشن كده اللي هو عامله من الدكتورين دوت ما بينه وما بين دوت وهو ده اللي انا ببعت له الداتا وبستقبل منه ايه الداتا. حلو؟ يبقى زودت الجهاز ده عندي وزودت الجهاز ده خلاص ممكن تكتفي بكده يعني ممكن نقول كده تمام بس هتلاحظ انه ابتدى يغير في الشبكه يقول لك الشبكه دلوقتي عشان تسبورت الداتا والكلام ده كله الافضل ليها ان على الاقل يبقى في جزء اللي هو بقى ايه الكابل الترانك اللي كنا قلنا عليه اللي كان طالع من هنا وماشي لغايه الامبليفايرز اللي ابتدى يوزعها يعني في المثال بتاعنا الكابل اللي طالع من السنترات لغايه البوكسات او اماكن التوزيع دوت نخليه ايه؟ فايبر. تمام؟ بعد كده النقطه بتاعت التوزيع دي قبل ما تطلعه للامبليفاير اللي هو القديم اللي شغال بالنظام دي دي بتاخد الاشاره من هنا فايبر يا جماعه تطلعه من الناحيه الثانيه ايه؟ على كابل نحاس اشاره كهرباء. فالشبكه دي في الحقيقه لها اسم اسمها اتش اف سي او هايبر هايبريد فايبر كوكسل هايبريد يعني خليط وفايبر وكوكسل اللي هو ايه؟ نحاس. تمام؟ فاذا دي اسم الشبكه لان الجزء ده كده قبل النقطه ديت بيبقى فايبر من عندك لغايه الهيد اند والجزء كله اللي بعد كده اللي هو وصل للبيوت بيبقى ايه؟ نحاس. وده كان الابجريد الاول. بعد كده طبعا الابجريد اللي بيعملوه دلوقتي في امريكا بعد فتره وفي دول ثانيه كتير زي ما قلنا ان الكابلات كلها لغايه البيت تبقى فايبر اللي هو اسمه اف تي تي اتش او فايبر تو ذا هوم. وصلت لغايه البيت كامل فايبر. لكن لسه ما زال في اجزاء كتير شغاله بهذه الطريقه ان هنا في نقطه بيوصل لها كابل فايبر او من السنترال لكن تبدا توزع للبيوت ديت بكابل ايه نحاس. اوكي النقطة مهمة اللي تعرفها عن ال الحاجات اللي ديت واحنا شغالين هنا كده عندنا بيقول لك الاي سبيز عندنا ممكن يوصلك سرعة لغاية 160 ميجا للداونلود واب تو 120 ميجا للابلود في اخر ستاندرد يعني برضه دول حصل لهم تطور كبير عبر الايه الزمن يعني عشان خاطر يوصلوا لهذا الكلام. بس لازم تفهموا حاجه ان السرعه اللي بيقول عليها زي مثلا 160 ميجا بتفرق انت او 160 ميجا السرعه دي اكشولي شيرد يعني ايه؟ يعني الكيبل بتاع حضرتك ده شيرد كونكشن بمعنى بصوا كده الامبليفاير دوت مثلا وطالع منه كونكشن لمجموعه بيوت 10 مثلا بيوت ال 10 دول بيشتركوا في اكشولي كونكشن دوت. إذا اللي بيحصل كالآتي كل ما يزيد عدد اليوزرز كل ما السرعة بتاعتك تقل. عشان كده أنت مش متعود كده هنا في مصر، لأن في مصر بتروح تشيل دي اس ال
بتشتريه او بتتعاقد عليه يعني بيقول لك ايه؟ عايز 1 ميجا ولا 2 ميجا ولا 4 ميجا صح؟ ده كونكشن بتاعك. لما تروح في امريكا مفيش كده، لما تروح في امريكا عشان الكيبل تي في تشتغل عايز كيبل انترنت، فبتروح للشركه تقول لهم انا عايز اشترك ايه؟ كيبل انترنت، يقول لك اتفضل. بس الله فين السرعه؟ طب فين الاختيارات؟ مفيش اختيارات ولا في سرعه ولا حاجه زي كده خالص. هتلاقيه بس يقول لك اب تو كذا، يعني تقدر توصل ويكتب لك مثلا 160 ميجا زي ما هو كاتب لك. اوكي؟ تقدر توصل ل 160 ميجا، ده معناه ان حضرتك داخل لوحدك في كل الحته بتاعتك اللي انت متوصلها بنفس نقطه التوزيع، انت بس اللي داخل عندك مفيش حد تاني داخل عشان توصل بالسرعه دي. تمام؟ اذا ما بيقولكش سرعه معينه ولا بيحجز لك سرعه معينه ولا بيضمن لك سرعه معينه عشان تفهم. السرعه دي بتتوزع وبالتالي انت الافضل بالنسبه لك كل ما يقل عدد المشتركين اللي موجودين في المنطقه بتاعتك مع نفس الايه الشركه. طب هو ليها ليميت دول عندهم؟ ليها ليميت ان مثلا لو الامبليفاير ده مثلا بيوزع ل 1000 واحد خلاص بس كده. اكيد في اكيد في ليميتس موجوده، بس هي الفكره مش موضوع العدد، الفكره في موضوع الباندز. يعني انا مدخل باندز معايا المفروض ان الباندز ده مثلا يكفي 100 يوزر، المفروض ما ازودش انا عن 100. بس طبعا تاني موجود عندهم مشاكل وناس كتير يعني بتصوت وبتشتكي من بطء الانترنت خصوصا في المناطق البعيده اللي هي مش مثلا مش في المدن الكبيره يعني. تمام؟ يعني مش في لوس انجلوس ولا في واشنطن ولا نيويورك ولا الاماكن اللي هي مشهوره واحنا كلنا عارفين اسمها، لكن في الاماكن البعيده او برضه في مدينه كبيره بس على الحدود بتاعتها او الاطراف او بره تبدا طبعا ساعتها الدنيا تبقى وحشه. تمام؟ يبقى ده ايه الكيبل بتاعنا وازاي بيشتغل، ده كل اللي انت محتاج تعرفه عنه. زي ما قلنا في الاخر دي دردشه، قلتها لك عشان تعرفها مش عشان امتحان، مش هتسالك عن اي حاجه. التعريفات اللي احنا خدناها زي داون ستريم اب ستريم اظن واضحين، اللي هو في الاتجاه منين لفين. فريكونسي يعني اللي هو التردد، اللي هو ما يهمنيش كتير في الحقيقه. دوكسس يهمني انك تعرف دوكسس اللي هو ده الستاندرد اللي هو مقابل كلمه دي اس ال، يعني بتقول دي اس ال ده دوكسس اللي هو الستاندرد بتاعها. اتش اف سي اللي هي الشبكه اللي بتمثل ما بين الفايبر والكواكسل، وده الجهاز اللي هو بيبقى موجود في هناك عندهم في الاي ان عشان خاطر بيجمع الكيبل مودلز اسمه سي ام تي اس او كيبل مودم انترميشن. تاني حاجه واخر حاجه ناخدها النهارده هي الدي اس ال. وايه بقى هو الدي اس ال؟ الدي اس ال فكره مكرمه جدا بعد اللي احنا شرحناها كيبل، مش هنحتاج نعيد الكلام من اول جديد. ليه؟ كان في زمان شبكه تليفونات بيشتغل عليها تليفونات بس، بيشتغل عليها اشاره صوت بس. حتى بعد كده لما عملنا الدايل اب والفاكس زي ما قلت كان بياخد الداتا بصفار الوحايد ويحولها ليه؟ ايه الكلام الغريب دوت؟ صوت. لكن اكتشفوا برضو ان الله الكابل النحاس العبيط دوت القديم بتاع التليفونات يقدر ياخد ترددات اعلى بكتير من الطبيعي بتاع الصوت، والطبيعي بتاع الصوت اهو على فكره اللي هو من 0 ل 4 كيلو هرتز، واقدر اخد ترددات اعلى بكتير بكتير واشغل برضو كذا تردد في نفس الوقت، واقدر اخد بحوالي لغايه 1100 كيلو هرتز او ميجا وشويه. طب ده معناه ايه؟ قال لك هناخد بقى ده كده ونعمل الدي اس ال بالتحديد اللي هنفوكس عليه هنا عندنا في دراستنا اسمه الاي سيمتريك دي اس ال او الاي دي اس ال. ايه ده؟ هو في حاجه ثانيه؟ اه طبعا. في اس دي اس ال، في جي دي اس ال، جي اتش دي اس ال، سي دي اس ال كان موجود زمان، اي دي اس ال، في كتيره يعني حتى بنختصرها ونقول اكس دي اس ال. يعني ايه؟ شيل الاكس دي حط، مفيش حاجه اسمها اكس دي اس ال، بس شيل الاكس دي حط حرف لان في انواع كتير. اي دي اس ال واس واس دي اس ال هم اشهر نوعين لكن في انواع ثانيه كتير. فاذا الـ ADSL هو اهم واحد فيهم اللي هو انت شغال بيه في البيت وشغالين احنا بيه هنا ومعظم الناس اللي شغاله دي اس ال شغاله بيه. بيشتغل بهذه الطريقه، يقول لك انا عندي شويه ترددات، الله برضه نفس الكلمه اب ستريم وشويه ترددات ايه؟ داون ستريم. ونفس الملاحظه الاب ستريم حاجز له من 26 لكام؟ 138 كيلو، ومن 138 ل 1100 للداون ستريم. برضه ما تحفظش ارقام بس نفس الفكره ولا لا؟ ايه الفكره؟ هنا حتى ترددات قليله، هنا ترددات اكتر بكتير. تاني ده هيوصلنا لايه؟ سرعه الداونلود اكبر بكتير من سرعه الابلود بالتحديد، مينيمم بتبقى اربع اضعاف ممكن اكتر من كده، ثمان اضعاف. تمام؟ او لا مش ده، او الاب ستريم اللي هو عليه العكس اللي هو بيبقى ربع الداون ستريم او حتى ثمن الداون ستريم. ده بسبب ايه؟ الترددات بتاعتهم. اخيرا الفرق ما بين الاي دي اس ال والاس دي اس ال، ايه اختصار ايه زي ما شايفينها هنا؟ اي سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني مش متوازن. الاس لو خدناها هتبقى اختصار لسيمتريك يعني متوازن او متساوي. ايه الفرق؟ الاي دي اس ال يا جماعه باي ديفولت زي ما انتم شايفين كده سرعه الداونلود وسرعه الابلود العلاقه بينهم اضعاف.
الطبيعي تبقى ربع او توم زي ما قلنا الابلود والايه والتمرين الداونلود. الاس دي اس ال الاس دي اس ال قال لك بص انا خدت التراديلات دي من 26 مثلا ل 1100 هي كده وقسمتهم في النص بالظبط. قسمتهم في النص فالاس دي اس ال اللي هو سيمتريك اكشلي سرعه الداونلود هي نفسها سرعه الابلود. الرقم ده حلو جدا. بس ده غالي جدا. ده بيتعمل للبيزنس فقط مش بيوصل للبيزنس. بيخلوا الابلود بقى كتير قوي والداونلود عادي. غير مثلا الابلود بال 24 ميجا والداونلود عادي. ده مين ده؟ ما بلاقي يعني مثلا عندي في الكليه داونلود عندك في الكليه مش دي اس ال. طب ايه ده بقى؟ الابلود بلاقي ابلود بسرعات خرافيه والداونلود عادي 2 ميجا. لا ده هو حاجه عاملها هو عندك عنده في الحاجه عشان خاطر ما يسمحش للناس اللي هي داونلود او يعني ليمت الداونلود بالسبيد بتاعه. هو نفسه ممكن هو نفسه هتلاقي غالبا الكونكشن بتاعه فايبر اوكي بدل كليه الكونكشن بتاعه برضه هيبقى فايبر غالبا وليز لاين على الاقل يعني وبالتالي سرعه الداونلود هي نفسها سرعه الابلود ما ينفعش القصه دي كلها. الاثنين زي بعض بس هو بيليمت بالنسبه لك جوه النتورك الداونلود ومش بيليمت ممكن عشان الطلبه عشان معظم الناس عايزه الداونلود مش عايزه الابلود فبيعمل ليمت. لكن الدي اس ال انت لو شغال اي دي اس ال هتلاقي سرعه الابلود ربع او توم الايه الداونلود وده الطبيعي ده مش هو يعني بيعمل كده عشان يكسب من وراك او حاجه غلط ده الطبيعي. والاس دي اس ال لا بيقولنا ان هو زي بعض بس خلي بالك غير ان هو اكبر كتير الاقصى سرعه فيه طبيعيه بتبقى 2 ميجا. ايه ده؟ فين ال 4 ميجا؟ لو عايز انا اس دي اس ال 4 ميجا داونلود 4 ميجا ابلود لا 8 ميجا ابلود 8 ميجا داونلود لا مفيش الكلام ده اوكي. يبقى اذا الاس والاي فرق رئيسي ما بينهم ان واحد سرعتين زي بعض اللي هو السيمتريك اللي هو حرف الاس والاي اللي هو الاي سيمتريك قال لك لا السرعتين مش زي بعض واحنا طبعا شغالين كلنا في الديوب بالاي بالاي دي اس ال. تاني حاجه الاي دي اس ال له فيرجنز يعني في اي دي اس ال فيرجن 1 وفيرجن 2 مش عارف 2 بلس وحاجات كده غريبه له كذا فيرجن. الفيرجن الاولاني خالص كان اخر مثلا سرعه فيه اعتقد اول ما نزل كان 6 ميجا ده صحيح. دلوقتي طبعا بتقدر توصل سرعات لغايه 40 ميجا مثلا بتسمع سرعات دي اس ال عاليه في موجوده في شركات الانترنت بس ليها شروط عشان كده لما تيجي تشترك وتقول له عايز اي سرعه اعلى من 4 ميجا في الحقيقه بيبدا بقى يبص على رقمك والسنترال بتاعك وقصه ثانيه عشان يشوف ده متاح فيه ولا لا اصلا. تمام؟ من اهم الشروط ديت والعيب الرئيسي بتاع الدي اس ال اللي لازم تعرفه تمام هو موضوع المسافه. ايه موضوع المسافه ديت؟ الدي اس ال معتمد جدا على المسافه من السنترال لعند حضرتك. ماكسيموم للمسافه ديت هو 3.39 مايلز طبعا احنا مالناش دعوه بالاميال بالكيلو 5 كيلو ونص تقريبا 5 كيلو ونص. بمعنى ايه؟ لو انا ابعد عن السنترال اكتر من 5 كيلو ونص ايه باي باي مفيش دي اس ال مش هيجي لك اصلا دي اس ال. تمام؟ مش كده؟ طيب حاجه ثانيه مش بس لو انت اكتر من المسافه دي مفيش دي اس ال هقول لك حاجه اسوء. لو انا مثلا افترض انا وعبد الله مشتركين في نفس السنترال انا على بعد كيلو من السنترال هو على بعد 3 كيلو من السنترال انا الكونكشن بتاعي هيبقى اسرع واحسن من الكونكشن بتاعه. دول الكونكشن سنسيتيف للمسافه او حساس كل ما تبعد عن السنترال كل ما الاشاره هتضعف. ده سنتي ده سنتي لا سنتي اخرها 100 متر وبعد كده ما ينفعش. هو برضه يعني اصل 100 متر تبقى زي 2 متر يعني لو انت 100 متر بيبقى السرعه مش نفس لو انت واخد سلك 2 متر. لا هي نفس السرعه لغايه معاك لغايه الريكومنديشن معاك لغايه 90 95 ما تخلوش 100 متر اكشولي بس لازم تبقى نفس السبيد مش عايز كده. يعني لو انت جايب كابل 2 متر وجايب كابل 90 متر لازم تكون نفس السبيد. ممكن عشان كابل مصري. ممكن حاجات كتير. تمام؟ لكن هنا بالنسبه لنا بيقول لك ان كل ما تبعد عن المسافه كل ما الاشاره بتاعتك هتقل وبالتالي الجوله تبقى اقل والسرعه تبقى اقل. اوكي؟ طيب بس كده؟ لا نرجع بقى لاخر نقطه اللي كنا بنقولها ان هو السرعات الجديده ديت بيبص على ايه؟ على بعدك عن السنترال، لما تقول له انا عايز سرعه 20 ميجا يا عم. اه عندنا 20 ميجا بس استنى بقى اشوف انت فين؟ لان بعدك عن السنترال هيفرق اذا لا ما فيش 8 ميجا حتى ممكن اقول له عايز 8 ميجا يقول لك لا ما فيش 8 ميجا. اخرك 4 ميجا، ليه كده في هو كده؟ طب ليه هو كده؟ عشان المسافه بتاعها حضور كبير في الموضوع. تمام؟ اذا المسافه هي النقطه الرئيسيه بالنسبه لي في موضوع ايه الحاجه بتاعتنا بنسميها اللوكال لوب لو فاكرين اللوكال لوب اللي هو من عندي البوكس عندي لغايه ايه السنترال. ادي الدي اس ال كونكشن ازاي بيشتغل اوكي برضه زي الكيبل زي ما شفنا من شويه احتاج جهاز في البيت واحتاج جهاز في السنترال. الجهاز في البيت بنسميه دي اس ال موديل وطبعا ده فين؟ ده حته بتاع قد كده صغيره جدا جوه الراوتر بتاعك زي ما قلنا ما هواش الراوتر نفسه جوه الراوتر ده اللي هو راوتر وسويتش واكسس بوينت وفاير وول جواه كمان شباية صغيره كده اللي هي بنسميها الايه؟ الدي اس ال موديل.
تمام. والاكشن زي ما قلت لكم برضه الدي اس ال موديل ده ممكن يبقى جهاز بره لوحده، تمام. وده اللي كنا بنخش بيه اول ما دخلنا دي اس ال في مصر، كنت بجيب جهاز كده وكان بيبقى مثلا امتحانتي كان الكاتيل، الكاتيل دي شركه تليفونات وموبايلات وحاجات كده. هو ده جهاز دي اس ال موديل اللي هو بيربط حضرتك داخل فيه خط تليفون من ناحيه وانت بتوصل بيه الكمبيوتر من الناحيه الثانيه. فاهمين القصه ازاي؟ مفيش راوتر اصلا في الموضوع، يعني الراوتر ده هو الحاجه الجديده دلوقتي اللي انت بتشوفه اللي هو جهاز ال 7 في 1 ولا 10 في 1. يبقى انت في البيت هتحتاج دي اس ال موديل. في السنترال هيحتاج جهاز قلنا بنسميه الدي سلام، ده الاختصار بتاعه، اختصار بدي اس ال اكسس مالتي بلكسر، او اللي هو بيجمع كل الكونكشنز. بمعنى السنترال دوت في دي سلام شركه تي داتا، تلاقي داخل فيه 1000 خط مثلا. مين ال 1000 خط دول؟ ال 1000 مشترك بتوع تي داتا، تمام؟ يبقى اذا ده نقطه التجميع او التوزيع اللي موجوده في السنترال، وانت عندك في البيت جهاز اسمه ايه؟ الدي اس ال موديل. بس كده احنا هنحتاج شويه حاجات ثانيه، بس هي حاجات هايفه بالنسبه لك في البيت او في السنترال. ايه الحاجات اللي هايفه كده؟ اول حاجه في البيت عندك بتحتاج حاجه اسمها سبليتر. السبليتر ده ما شفتوش قبل كده، حته بتاع صغير جدا، تمام، بوكس كده صغير دخل فيه خط التليفون اللي داخل البيت اساسا اللي هو جاي من البوكس، دخل طرف واحد والطرف الثاني طرفين، مش طرف واحد، تلاقي طالعين طرفين من الناحيه الثانيه، واحد اسمه دي اس ال او انترنت والثاني اسمه فون او هوم او ايفر. يعني بتدخل سبليتر هنا في الجزء دوت ويطلع منه تو كونكشنز، واحد للفويس واحد للديتا. طبعا واضح ان الديتا ده هو اللي هيروح لمين؟ للمودم او الراوتر بتاعك لو عايز تسميه، والتاني بيروح للخط التليفون العادي في البيت عندك، سواء يخش بقى عادي يمشي الكابلات او توديه على عادي التليفون على طول. يبقى السبليتر ده بيعمل ايه؟ ده بيفصل الاشاره، او مفكر في العكس بيجمع الاشاره، تمام، عشان خاطر يبقوا منفصلين عن بعض. وظيفته مهمه جدا، انت بقى صغير قد كده ده هو بلاش. ده بياخد فريكونسيز مختلفه يعني بالظبط، تمام، بيعمل فلتر، تمام، عشان خاطر يفصل الاثنين دول عن بعض. يبقى اذا ده حاجه اساسيه عشان ما تبقاش في مشاكل في الجهاز. النقطه الثانيه عشان كده برضه ده لما تيجي تكلم شركات الانترنت من اوائل الحاجات اللي خلتها تقول لك ايه؟ افصل السبليتر، شيل السبليتر، خد الكابل اللي جاي من بره من البوكس حطه في الراوتر. طب ما انا بكلمك بالتليفون، لا كلمني بالموبايل، تمام؟ فشيل كابل التليفون بدل ما تدخله في السبليتر ويطلع منه طرفين، لا تاخد الكابل اللي جاي من تحت من البوكس، تمام، وتحطه فين؟ في الراوتر مباشره، لان في عيب ممكن يكون في السبليتر هو اللي مسبب المشكله كلها، او في الكابل حتى اللي من السبليتر اللي عندك. بس كده؟ لا، اخر حاجه محتاجها اسمها مايكرو فلتر. ايه المايكرو فلتر دوت؟ قبل كل علبه تليفون بتحط المايكرو فلتر ده. ده بتخش فيه من طرف كابل التليفون قبل ما يخش التليفون، وبعدين كابل تاني تليفون تاني صغير للتليفون نفسه، وانا الناس اللي مش حاطاه ده. اوكي؟ طب من زمان كانوا الحقيقه لما كنت بتشتري في الانترنت كانوا بيديهولك يعني مع الباكج، دلوقتي تاني بيحطوا السبليتر بس. ادي المايكرو فلتر اهو شايفينه؟ اللي هو قبل كل علبه تليفون، تمام؟ برضه ده بيفلتر اللي هي عشان خاطر النويز بتاعت التليفونات او علبه التليفونات دي ممكن تاثر على الكونكشن بتاعها. طبعا الراوترز ده طبعا الراوتر اللي هتحطه في البيت، ده راوتر تحطه في البيت، وايه البتاع ده؟ ده راوتر اللي تحطه فين؟ في السنترال. حاجه ضخمه دي يعني. ازاي بنفس هو هنا جاب لنا بقى السبليتر اللي بقول لك عليه، انت عندك في البيت سبليتر بيطلع اثنين كونكشن، واحد للتليفون واحد للراوتر. في هناك برضو عندهم سبليتر خاص بيهم. ايه ده في السنترال؟ الكابلات بتخش كلها في السنترال. السبليتر ده اللي هو بيطلع كونكشن مخصوص للسويتش بتاع التليفونات، وبيطلع كونكشن تاني للجهاز اللي هو اللي اسمه ايه؟ الدي سلام. اوكي؟ يبقى اذا كل الخطوط بتخش ده الاول، بس ده بقى مش سبريدر قد كده، تمام؟ ده حاجه ضخمه اللي بتخش فيه خطوط التليفونات كلها، وبعد كده بتتوزع ايه بهذا الشكل. ادي المايكرو فلتر لو شفتوش قبل كده، دي الصوره بتاعته تقريبا هو حاجه عبيطه جدا، ده اللي بيحط في طرف معين ويطلع طرف الناحيه الثانيه قبل كل تليفون. فتوصل التليفون ده مايكرو فلتر، كل تليفون عندك عدة تليفون في البيت توصل الى ايه؟ مايكرو فلتر، تمام؟ وادي ايه؟ السبليتر طرف واحد، تمام؟ بيطلع منه طرفين، واحد فويس وواحد ايه؟ ديتا، تمام؟ ده اللي الشكل بتاع الدايره بتاعت السبليتر. ايه التعريفات؟ عشان نشوف لو في حاجه نسيناها، اوكي؟ One end connects to a telephone device, the other end connects to the telephone wall jack. يعني من خط من الحيطه للتليفون. ايه الطرف اللي هو يعني ده اللي بيبقى في النص بين الحيطه والتليفون؟ المايكرو فلتر. This category of DSL technology provides equal high speed downstream and upstream. يعني سرعه الداونلود والابلود زي بعض. اللي هي الاس دي اس ال. تمام؟ Located at the CO, the central office, the device that بيجمع individual DSL connections من المشتركين في شيل لينك عالي رايح على الاي اس بي، ده اللي هو الدي اس ال.
وطبعا يعني هو بيوصل كل الكونكشنز دول الناحيه الثانيه طالع منه كارد رايح لتي داتا او رايح لفودافون او رايح للشركه بتاعته. الكاتيجوري اوف دي سيل تكنولوجي هاي سبيد داونلود بس لو سبيد اب سبيد ده هو الاي دي اس ال. الطريقه اللي انت توصل هاي سبيد كونكشنز على خطوط التليفون العاديه زي الدي اس ال نفسه تعريف الدي اس ال نفسه واخيرا ترانسيفر او اللي هو الدي اس ال موديل بتاعنا ده اللي بيوصلك بالشبكه بتاعت الاي او دي اس ال. تمام؟ البرود باند هنبدا بقى المحاضره الجايه هنبقى نشوفه صوت مش اي حاجه تاني لان الكلام اللي احنا قلناه قبل كده وزي ما قلت لك بعد كده بعد البرود باند بقى بس تو يعني سلايدز بسيط جدا وبعد كده نخش بقى في حاجه ليها علاقه بالكونفجريشن في الكونفجريشن اوكي او الكونفجريشن بتاعنا اللي هو الحته المهمه اللي هنشوفها في المحاضره الجايه البي بي بي اوكي يبقى كده خلي بالك ان سبب المحاضره الجايه مهمه جدا غير البي بي او اي هنشرح البي بي ال ودي حاجه مهمه جدا. Thank you.